بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنشرف الجمعية المصرية للحميات والجمعية المصرية للأمراض المعدية والمضادات الحيوية. بنشرف سكند ويبينار والسكند ميتنج عن الانفكشن كنترول از ريجاردنج كوفيد 19. هنحاول ان شاء الله في خلال الميتنج تو فيل ذا جاب قدر المستطاع. الاستاذ الدكتور رمضان زكي استشاري الامراض المعديه والحميات بمستشفى حميات العباسيه رئيس الجمعيه المصريه للحميات هيفتتح الميتنج ان شاء الله. اتفضل يا دكتور رمضان. السلام عليكم، صباح وعليكم الخير. السلام. صباح الخير في هذا اليوم الجميل المبارك، يوم من أيام شهر رمضان ويوم جمعة، ما أحلى من كده وأجمل من كده. الحمد لله، أتشرف بافتتاح اللقاء العلمي الثاني برعاية كل من الجمعية المصرية للحميات الإيجيبشن سوسايتي أوف فيفر والجمعية العربية للأمراض المعدية ومضادات الميكروبات العرب سوسايتي اوف انفكشوس ديزيز اند انتي مايكروبيال. اللقاء اليوم تحت عنوان هاو تو بروتكت يور سيلف اند هاو تو دو فيل ذا جاب. اتقدم بالشكر والتقدير لرؤساء الجلسه والمتحدثين وهم زملاء اعزاء من جامعات مختلفه ومن وزاره الصحه ومن وزاره الصحه اجتمعوا اليوم لهدف واحد الا وهو المشوره ورفع المستوى العلمي للأطباء وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة لمرضى كوفيد 19. أتقدم بالشكر والتقدير للشركة المنظمة للقاء نور ميديا وعلى رأسها الأستاذ محمد عبيدو والشركة المسؤولة على الويبنر سبونسرت إيفنت روب وعلى رأسها الدكتور مصطفى. أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية في جميع أنحاء العالم التي تعمل ليل نهار لعلاج مرضى كوفيد 19. الشكر على القائمين على هذا اللقاء أستاذنا الدكتور سامي زكي، الأستاذ الدكتور محمد البدري، والأستاذة الدكتورة فاطمة. سوف نحاول تلافي سلبيات اللقاء الأول ونرجوك الالتزام بالمواعيد، كل سبيكر يلتزم بالمواعيد، ونترك فترة كافية للأسئلة والإنتراكشن، وخاصة من التشير بيرسونز وخاصة من شباب الأطباء. ندي فرصة لشباب الأطباء يسألوا اللي عندهم، يبقى دي حاجة عظيمة أوي. نتمنى من حضراتكم الفيدباك، لازم تعملوا لنا فيدباك والتواصل لتطوير اللقاءات. يعني إيه في رأيكم اللي إحنا نعمله عشان نطور اللقاءات القادمة؟ أتمنى لحضراتكم لقاء علمي مثمر بإذن الله وبالتوفيق بإذن الله. تفضل يا دكتور محمد. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر الجمعية المصرية للحميات على تنظيم هذا اللقاء العلمي المميز عن موضوع الساعة طبعا، وموضوع فيروس كورونا أو كوفيد 19. أرحب بكل زملائي رؤساء الجلسة وكل الضيوف والسادة المتحدثين في هذه الجلسة المهمة اللي بتتكلم عن موضوع يعني مهم قوي، وهو كيفية الوقاية وحماية العاملين في المجال الطبي من العدوى من فيروس كورونا. طبعا بنتهز الفرصة لتحية كل زملائنا وكل أبنائنا وإخواتنا اللي بيشتغلوا في المستشفيات العزل وفي غيرها من القطاعات الصحية، لأن هم في الخطوط الأمامية في مكافحة هذا المرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يرفع هذا الوباء عن بلدنا وعن العالم كله إن شاء الله. يسعدني ويسرني أني أقدم الأستاذ الدكتور سامي زكي متحدثا في هذا المجال، هيتكلم فيه عن كيفية الترياجينج وعن يعني كيفية الوقاية من فيروس كورونا. دكتور سامي زكي طبعا غني عن التعريف، وهو نائب رئيس الجمعية المصرية للحميات وأستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة الأزهر، وهو الحقيقة عضو من اللجنة العظيمة اللي حطت بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر، وله باع طويل في كل الحقيقة الأنشطة العلمية. فبنرحب بالدكتور سامي زكي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وطبعا سعادتي ان انا اكون موجود معاكم، ومرحبا بكم جميعا.
وهندي فكره كونسبت اوف تراياج. هو التراياج مشتقه من كلمه فرنسيه ترير، وديت معناها تو سورت او تو سيبريت او تو سيلكت، يعني ان انا افصل او ارتب، افصل حاجات عن بعضها وارتبها حسب اولويات معينه. واستخدمت في الحرب العالميه الاولى نتيجه للاصابات الجنود، وعاوزين ينقلوهم، ينقلوا من الاول، ينقلوا الاكثر اصابه ولا اكثر املا في الشفاء. فبالتالي ايه، ففي تو كونسبت في التراياج. هل انا ابدا بالميديت بالاكثر اهتماما او ذا بيزد اون ذا نيد فور ميديت كير، ولا استبعد الناس اللي هو اكثر او اقل املا في الشفاء واستبعدهم الاول؟ فدوت اللي كان موجود ساعتها. ولكن احنا المفروض اللي بنستخدم التراياج بكونسبت ايه، ان انا احاول اعمل بروسيس عشان which place the right patient in right place at right time to receive right level of care. احسن احط المريض في الوضع المناسب وفي المكان المناسب، اختار المريض المناسب واحطه في المكان المناسب في الوقت المناسب. ما انا ممكن اختار المريض المناسب واحطه في المكان المناسب بس مش في الوقت المناسب. طيب، ولذلك انا محتاج التراياج ليه؟ طب انا ممكن اقول لا انا مش هعمل تراياج، طب كل العيانين هنعملهم سواء، خلينا نميز كل العيانين، هنديهم خدمه طبيه كويسه كل العيانين كذا. لا، الواقع غير كذا. الواقع بيقول ايه، ان احيانا بيبقى في الادكوت ريسورسز لا تكافئ الاحتياجات المطلوبه. يعني انا عندي 100 عيان عاوزين نعمل لهم بي سي ار مثلا، وانا عندي العلبه اللي هفتحها دلوقتي فيها 50، فابدا بمين الاول؟ عندي 100 عيان عاوزين بيشتكوا ممكن احجزهم، بس انا عندي 50 سرير، ابدا بمين الاول؟ وهكذا. الانفرا ستراكشر ممكن تبقى ليميتد، او لو عيان هنقله عندي عربيات هنقل عيانين من مستشفى لمستشفى، طب او من مكان حادث لمكان لمستشفى، اني اولى بالنقل السريع وهكذا. احيانا تكون السراير مزدحمه او الاحتياجات اكتر من الطلب. واحيانا الميديكال نيد دي تبقى هتتحقق، يعني انا محتاج حاجه ل 100 مريض بس انا عندي دلوقتي 50، وبالليل او بكره الصبح هيجي 50 التانيين، فارتب اولوياتي عشان ايه اوصل لكاتريزيشن اوف بيشنت اكوردنج تو زير كلينيكال كونديشن، من غير بحيث كل الناس تاخد اللي هي مطلوبه في الوقت المناسب. ابدا بالوقت المناسب لكل واحد. يبقى الترياج او الفرز ده بيخليني اخد البروبر ديسيشن، مع ان كان الاول اللي كان فيه ديفيكالت ان انا اخد هذا الديسيشن، واوظف الريسورس بتاعتي باحسن طريقه. وعشان اعمل كده لازم انحي العواطف جانبا. الايموشنال بيردن ممكن تخليني اتلاعب واقدم بعض الناس عن الناس، فده لازم تكون مأخوذ في الاعتبار. التيم بتاع التراياج محتاج ان انا اكون فيه ليدر. البرزنتيشن بتاع حضرتك عملها شير؟ عمل شير. مش ظاهره. طب نرجع تاني. المفروض انا كنت عامل شير يا دكتور مصطفى، مش كده؟ انا بس كنت فكرت حضرتك تقول مقدمه في الاول وبعدين نشغل البرزنتيشن، اللي لحد دلوقتي مش ظاهره للاسف. كده ظاهره؟ تمام كده. طيب خلاص ماشي. يمكن لما برجع اعمل يعني فول سكرين بتختفي يمكن. دي في الحقيقه عندي تاني. موجود عندكم ولا اختفت؟ اختفت برضه. بتقطع بقى. تعمل فول سكرين حضرتك اعمل فول سكرين قبل ما تشير. يعني بعمل فول سكرين بيختفي ال قبل ما تعمل شير اعمل فول سكرين الاول وبعد كده شير وهي فول. بقول لحضرتك يا دكتور قصاص، لما بعمل فول سكرين الاول بيختفي الزوم.
ما هو يا بيه حضرتك حضرتك دوس ساعتها على يعني غير الويندو الت وتاب، على دوس على الت وتاب هيجيبها لحضرتك الزوم ده، الت وتاب بالظبط. يعني اعمل شير، اعمل فول سكرين، اعمل شير فول سكرين. يعني التو تاب والتو ايه؟ التو تاب. التو تاب مرتين هيجيب لك الزوم. لا ما جابش الزوم برضه. خلاص اعملها من غير فول سكرين. اعملها من غير فول سكرين يا دكتور. كده كويس. طيب يبقى انا محتاج ترياج عشان يتم ترياج تيم لتيم ليدر، ومحتاج اوفيسر الاول يقابل المريض بره قبل ما يدخل على منطقه الترياج، ومحتاج هيد نيرس، ومحتاج نيرس مستاف وميديكال تيم. احنا بنقول بالطريقه اللي احنا قلناها دي مش مقصور على الكونسبت بتاع المستشفى الترياج ومستشفيات العزل، لا ده الترياج ده موجود في كل حته، موجود في المستشفيات ايه؟ في مستشفيات العزل ديزاين هوسبيتال عشان تقسم العينين من مايلد ومودريت سفير، ومين يدخل الاي سي يو ومين ما يدخلش الاي سي يو، ومين يدخل على الفنتليتر ومين ما يدخلش على الفنتليتر. والترياج ده موجود من زمان وليه انواع. في سيمبل ترياج وده فائدته ان انا ايه اقسم العيان على حسب الاحتياج الاميديت كير او الاميديت سبورت. وفي حاجه اسمها ستارت. ستارت ده زي السمبل تراج بالظبط، بس يبقى معاه رابيد ريسبونس للتريتمنت، يعني اقسم وعالج بنفس المكان. وفي حاجه اسمها ريفرس تراج. ريفرس تراج ازاي؟ انا التراج الاصل في التراج ان انا بقسم عشان اشوف مين اولى في الادمشن، ده بقى اقسم عشان اشوف مين اولى في الديسشارج. الايرلي ديسشارج لو عندي السراير مليانه مثلا في مستشفى العزل وجاي لي عيانين ثانيه جديد، طب مين فين اكتر واحد ابتدى يبقى احسن لو يعني ظروفه تسمح انه يعمل له ديسشارج ايرلي. فده ريفرس ترياج. في حاجه برضو اسمها اندر ترياج. اندر ترياج يعني ايه؟ ان انا في اندر استيميشن، ان انا بقسم العيانين لمثلا كاتيجوري A دوت سيفير، وكاتيجوري B اقل شويه، وكاتيجوري سي لو. ادي عيان انا محتار فيه هو ايه ولا بي، فاروح عامله بي، يبقى انا عملته ايه؟ اندر ترياج. ده هفوت على العيان فرصه ان هو محتاجها ضروري وانا ما اديتهالوش. ده للعنصر البشري مسموح فيه لاقل ما يزيدش عن 5%، يعني 5% او اقل، ده مسموح بالاندر ترياج. اما في حاجه ثانيه بقى اسمها اوفر ترياج. اوفر ترياج ده يعني ايه؟ العيان انا هو بي، فانا شخصته سيفير، هو انترميديت وشخصته سيفير، فديته اكتر من اولوياته. طيب ده مسموح بيه؟ مسموح بيه لان برضه العنصر البشري ممكن يغلط وساعات يبقى حاجات محيره. طب مسموح فيه بقد ايه؟ الغريب بقى انهم قالوا مسموح بيه 50%. شوف ده 5% 50%. طب ازاي ده رقم كبير قوي؟ قال لك الاهم ان انت ما تعملش اندر ترياج. ما تعملش اندر استيميشن. لو عملت اوفر استيميشن العيان مش هينضر، ده هياخد فايده بدري، هيبقى ليه اولويه وما كانش يستحقها. ولكن ما تعملش اندر ترياج، ولكن تحاول ما تعملش اوفر ترياج، وعشان ما تعملش ارهاق وتستنفذش بدري الفاسيلتي اللي عندك. وقالوا ان معظم الاوفر تراج ده بيتم اما يكون النيرس هي اللي مسؤوله عنه، ولكن لو دخلت معاها طبيب او دكتور او فيزيشن بيقل شويه الاوفر تراج. التليفون تراج حضراتكم كلكم طبعا عارفينه، اتصل برقم كذا عشان تقول له يرد عليك
فيقول له انا عندي كذا وكذا كذا، فيقول له انت اقعد في البيت، لا انت توجه للمستشفى، وانت بقى بتتوجه للمستشفى خد حذرك بكذا وكذا وكذا، البس كمامة، متركبش مواصلة عامة، احرص على المسافات اللي بينك وبين اي كونتاكت تاني تكون مش اقل من متر، وهكذا. طيب في حاجه تانية اسمها ترياج تاج. ترياج تاج دي ايه؟ يعني علامه. يعني ايه؟ ان انا احط علامه زي ما حضراتكم شايفين، مش عارف الصوره كلها واضحه ولا ايه، ممكن نحط علامه ليبلد او اضاءه او حاجه، علامه على المريض. ممكن على التاج ده فائدته ايه؟ ان انا ابين ان ده مريض من غير المريض، انا في المستشفى وده مريض. فجأة ممكن تلاقيه جوه المستشفى بيحتك، بيبقى كونتاكت مع ناس المفروض ما يبقاش كونتاكت معاهم، او بيدخل في اماكن يعمل لها كونتامينيشن وهو اساسا بوزيتيف. فالمفروض العيان البوزيتيف ده اعمل له تاج بطريقه معينه بحيث ما لا يختلط بالايه بالعيان النيجاتيف. التاج ده برضو ممكن تديه حسب البريوريتي، ممكن واحده حمراء، واحده صفراء، واحده خضراء. الشخص الاول تيجي عربيه الاف او عربيه النقل تاخد الاحمر الاول، وبعدين تاخد الاصفر بعدين، وبعدين تاخد الاخضر في الاخر، وهكذا. برضو التاج ده برضو مهم، التراك داخل المستشفى. البيشنت اللي عليه تاج احمر ما يمشيش في داخل المستشفى الا على اللاين الاحمر مثلا، لان ده لو احتاج دكتور ميه يدخل يمشي على اللاين الاحمر اللي تودي دكتور ميه، لو احتاج يسال عن حاجه يمشي على اللاين الاحمر او الاخضر عشان يسال على الاوفيسر على الحاجه الفلانيه، وهكذا. لكن مش مسموح انه يمشي على اللاين الفلاني، لان اللاين الفلاني ده معمول لحاجه ثانيه. لو محتاج يروح الاكس راي هيعمل اكس راي، يبقى اللاين بتاعه يوم كذا. لو محتاج يعمل بي سي ار او يعمل المسحه يبقى اللاين بتاعه يوم كذا. فالترياج تاج ده من الحاجات اللي بتحسن الاداء وحاجات مهمه. طب ده بصفه عامه. طب الكورونا فيروس بالنسبه لنا ايه؟ الكورونا فيروس دي تعتبر emergency او disaster جديد، لان حصل تحول جديد خلى الفيروس اللي كان معروف قبل كده ياخد صفات جديده، ويبقى عنده سرعه في السبريد بين البشر مش زي ما كان قدرته السابقه، ويعمل ديزيز مور سيفير عن ما كنا عارفين قبل كده في عيله الكورونا قبل كده. فلذلك دي اصبحت ايه؟ تاخد الحجم اللي احنا بنقوله ده، ونبتدي عاوزين نعمل الترياج ونعمل ديزاين هوسبيتال وكذا. السي دي سي نتيجه لهذه الاهميه نزلت قواعد للترياج، وتهدف هذه القواعد تو سبريت بيشنت لايكلي تو بي انفكتد، وفي النهايه هي عاوزه تترمين البريورتي بتاع التريتمنت والعزل لكل مريض او الايزوليشن. الافكتيف ترياج كان بريفنت الترانسميشن اوف ذا فيروس. طيب عشان نعمل الترياج دوت، المريض عليه حاجات والطبيب او الهيلث كير فاسيلتي عليه حاجات. المريض عليه ايه؟ المريض عليه انه يحاول يتواصل مع الهيلث كير فاسيلتي من الاول عن طريق التليفون او غيره. طيب التليفون هيتصل هيديله يوجهه صح ويديله المعلومات المفروض يعملها. لو كان صح المريض ده المفروض يروح للمستشفى، سواء عن طريق التليفون او عن طريق المعلومات بتاعته العامه من الكوميونتي او من طبيب او من مستشفى اخرى او من برايفت كلينيك، لازم يروح وهو متوجه وهو لابس الماسك. ولازم اول ما يوصل للمستشفى او للتراج اريا يعرف الاوفيسر او اول مكتب يقابله بحالته، انا بشتكي من كذا وعندي كذا واحتمال يبقى عندي كذا. وهو داخل المستشفى المفروض يبتدي يعمل تاني هاند ووشنج مع الاحتياطات بتاعته، ولازم يكون معاه المناديل او المستشفى تكون مجهزه له المناديل اللي هو ممكن يحتاجها، ولازم يبقى محافظ دايما على المسافه اللي هي طبعا دلوقتي في كلام هو متر كافي ولا مش كافي، لكن على الاقل المتر على الاقل يكون موجود.
مسافه بينه وبين اي حد تاني. طب الهيلث كير فاسيليتي مطلوب منها شويه حاجات، من ضمنها انها تحاول تعمل الكوميونيكيشن اللي احنا كنا قايلينه ده من المريض قبل ما يجي، او توصل له المعلومات يبقى جاي جاهز بمعلومات جاهزه وهنتكلم عليها دلوقتي، والمفروض يجهز المكان بتاعه بتاع الترياج الفرس، والمفروض يجهز ويتنج اريا منطقه استراحه المرضى تكون تسمح للريسبيراتوري ديزيز، ويبقى مجهز البروسيسنج بتاعته، عارف ازاي امتى المريض هيدخل هنا وامتى هيروح يعمل يشاهد كلينيكيا وامتى هيعمل اكس راي وامتى هيعمل بي سي ار وهكذا. ولازم قبل ما يفتح التراج هوسبيتال يكون الستاف الموجود ويل تريند على كل الحاجات دي وعلى الايه على الانفكشن كنترول ميجر. طيب انا هعمل اجهز نفسي ازاي؟ اجهز نفسي بان انا معلش كمان البتاع مش ازاي هتصل بالمريض قبل ما يجي؟ لا اما عن طريق التليفون زي ما معروف كده، لا اما البابليك ميديا والتلفزيون والاذاعه والحاجات ديت والاعلانات الموجوده زي الاعلانات اللي طبعها وزاره الصحه تبقى موجوده في الشوارع والميادين وفي المترو وفي الاتوبيسات، فيها المعلومات اللي المريض المفروض يتخذها يعملها وهو متوجه او في بيته او متوجه للتراج اري. اجهز المكان بتاعي ان انا يبقى عندي فيجوال كلير فيجوال ليبل، يعني اعلانات واضحه ومعلومات صريحه واضحه تخلي المريض ما يغلطش. لو انا عاوز اقول له طب ادخل المكتب الفلاني يقول له ادخل على اليمين، ما يبقاش عمال محتاس مش عارف يدخل، اما يجي يدخل اليمين يلاقي خط يمين قوي ولا يمين نص نص، لازم يبقى عنده كل الايه الاحتياطات بتاعته. يبقى لازم الريجستريشن ديسك اللي هو هيقابله يبقى سيبريتد عن بقيه المستشفى. يبقى ليه مسار مختلف، المريض اللي جاي مساره مختلف خالص عن بقيه المستشفى، بحيث ما يحصلش كونتاكت بين المريض اللي جاي للريسبيراتوري سيمتومز ببقيه المستشفى. انا محتاج الريجستريشن ديسك يستحسن ان يكون في مسافه بين الاوفيسر اللي قاعد عليه وبين المريض متر، حاطط ترابيزه او حاجه بخليه حيث المريض وهو بيستفسر يبقى بينه وبين المتر، ويستحسن كمان يبقى في حاجه زجاجي كامل بين المريض بين الموظف والمريض، وفي نفس المكان دوت يبقى فيه سله مهملات مغطاه وفي الكول او ووتر وصابون. وبعدين بعد ما ياخد منه البيانات ويعرف ويعرف ان هو المفروض يدخل التراياج اريا يوجهه على الريسبيراتوري ويتنج اريا. ولازم الاعلانات اللي موجوده واضحه جدا، مش محتاجه حد يكون بيعرف يقرا او ممكن اول ما يشوف الصور والحاجات دي يفهم كل المطلوب. الريسبيراتوري ويتنج اريا المسافات سواء باي منطقه ويتنج للمرضى المفروض يبقى المسافات البيانيه بين المريض والتاني ما يقرب متر على الاقل، ولكن في الريسبيراتوري ويتنج اريا لازم يكون كمان المرضى كلهم لابسين ماسكات. طيب التراج بروسيس البروسيسنج اللي انا هبتدي الطبيب بقى يقابل المريض ويبتدي يشوف هو سسبكتد ولا مش سسبكتد، ينطبق عليه المواصفات، وكذلك ايه يبتدي يعمل له البروسيسنج بتاع الاجراءات اللي هو يعملها من انفستيجيشن. دي بتختلف من ايه حسب انا دلوقتي في مرحله ايه. انا في مرحله النو اور ليميتد كوميونيتي ترانسميشن ولا في مرحله كوميونيتي ترانسميشن؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه انا في الاول المراحل بتاع المرض كان بيجي لي واحد من بره عنده المرض ومفيش حد في المجتمع عنده المرض، يحتك
او يبقى كونتاكت مع حد في البيت عنده او حد صاحبه، فيبقى انا عارف المريض وعارف الكونتاكت وعارف الشخص ده لو كان مريض يبقى الاندكس كيس بتاعتي هو فلان فلاني. ده بنسميه لوكال ترانسميشن. بعد فتره الناس اللي هم كانوا كونتاكت دول وبقوا جزء منهم بقى مرضى بيمشوا في المجتمع بدون حدود زي ما احنا بنقول يلزم في بيتك وهو مش عاوز يلزم في بيته، فيحتك بالمجتمع. فانا اجي ادخل السوبر ماركت اشتري حاجه يبقى اللي جنبي حامل المرض وانا مش واخد بالي فاحتك بيه، فبعد كده ينسى عندي ناس مش عارفين الكونتاكت الاندكس كيس بتاعتهم والمرض ينتشر في المجتمع من غير ما تقدر تعرف الاندكس كيس، فدوت اسمه كوميونتي ترانسميشن. فانا لو في وقت الكوميونتي ترانسميشن يبقى الكيس ديفينيشن ليها مواصفات، وفي وقت اللوكال ترانسميشن الكيس ديفينيشن بتاعتي ليها مواصفات، فلازم اراعي ايه المساله دي. فمثلا السي دي سي قال لك لو هو في اللوكال ترانسميشن يبقى لازم بتشوف الاندكس كيس وبتشوف المواصفات بتاعتك بتاع المرض زي الحيطان شرحت قبل كده فمش هنعيدها. فبنطبق الابيديميولوجيكال فاكتور جنب الكلينيكال برزنتيشن، ولو لقيتها موجوده خلاص اول حاجه لازم اعزل المريض عن بقيه الناس ويلبس الماسك ويبتدي ياخد الايه اعمل الانفستيجيشن بتاعته عشان تو بي كونفيرمد بي سي ار وغيره. وهطبق الالجوريزم اللي هو مبني على كده. طيب لو انا بقى المنطقه بتاعت الترياج ديت لو انا في كوميونتي ترانسميشن زي دلوقتي، فبقى هراجع الكيس ديفينيشن بتاعتي عندنا كاتيجوري ايه اللي احنا قلناها، وفي بي وسي. بي تعتمد على الكلينيكال برزنتيشن بس، وسي السيفير ريسبيراتوري انس وزاوت اوفيس كوز، دول بقى اللي هطبقهم اكتر في الكوميونتي ترانسميشن. طب المنطقه بقى بتاعت الكراج اريا دي لازم تبقى تو بي كليند على الاقل مرتين يوميا، وهنستخدم ال 5% كلورين، او لو حاجات لا تصلح للكلورين هستخدم ال 70% الكول. الهيلث كير وركر عليه ايه؟ ان هو البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، وطبعا اساتذتنا هيتكلموا عليها هتكلم كل دي وفرق وامتى استخدم ده ومش هستخدم ده، ولازم يحافظ على نفسه. بعض الدول فكرت خارج الصندوق قالت ايه نحط الدكتور في صندوق زي ما حضرتك شايفين كده بلاستيك شفاف عشان يتعامل مع المريض من خلاله، وبعض الدول عملت وسائل اخرى، وكل ده اساتذتنا هيعلمونا دلوقتي ويقولهولنا فهنعدي الكلام ده. ولكن اللي عاوز نقول ايه ان اثناء الكوميونتي ترانسميشن لازم يبقى في استراتيجي ان احنا نقلل او تكنسل الان ايرجنت بروسيدور، العمليات اللي مش ضروريه ناجلها، الحجز اللي مش ضروري ناجله، وديت ايه بعض الحاجات اللي ابتدى عشان يعمل الترياج يعمل حاجات بره المستشفى عشان المريض السسبكتد ما يدخلش الا بقى الا في مسار معين، ولازم كل عياده بينها وبين الثانيه ما يقرب من اكتر من متر زي ما انتم حضراتكم شايفين. اول ما المريض يدخل الترياج محتاج الطبيب محتاج يعمل له اسس السسبكتبيليتي سسبشن يعني هل هو سسبكتد ولا لا، واعمل له كونفيرميشن، وبعدين اسس السيفيرتي هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير بناء على هو في سيمتومز بس ولا في سيمتومز في سيمتومز وفي راديولوجيكال فايندنج ولا لا. وهنكتفي بقى بكده عشان ايه ما ناخدش وقتكم، وجزاكم الله خيرا، وفي مره ثانيه ان شاء الله نكمل حاجه اكتر من كده، وجزاكم الله خيرا. بشكر استاذ الدكتور سامي زكي على المحاضره القيمه، وبسيب المجال بقى لزملائي من رؤساء الجلسه لتقديم الساده الحاضرين ان شاء الله. افتح المايك يا دكتور عماد، المايك بتاع حضرتك مقفول. محمد دكتور محمد ف...
اتفضل يا فندم، اتفضل. بشكر الاستاذ الدكتور سامي زكي على المحاضره الجميله الرائعه اللي القاها. بنشكر الجمعيه المصريه للحميات، وبنشكر الجمعيه العربيه للامراض المعديه والمضادات الميكروبات، وبنشكركم على المجهود الجميل ده، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ويشرفني ان انا اقدم الاستاذ الدكتور ايهاب عطيه، استشاري مكافحه العدوى ومدير عام مكافحه العدوى بوزاره الصحه في الاتقان. السلام عليكم. بيشرفني حضور هذا الويبينار، وبشكر الجمعية المصرية على تنظيمها والشركة المنظمة. أتمنى أن خلال الفترة المتاحة ليا أوضح إزاي نحمي نفسنا كمؤدي خدمة صحية في المقام الأول في الفترة اللي جاية، لأن إحنا قدام كل إصابة لمؤدي خدمة صحية ففي فقد كبير لأي بروتوكول علاج ممكن نستفيد من وجود الزميل اللي كان بيمارسه، غير فقدان عضو عامل مشرف جدا في الفريق الطبي، سواء كان طبيب أو ممرضة أو أي فريق من الفريق الطبي في المستشفى. خلوني أشارك مع حضراتكم تحليل الداتا اللي عندنا بالنسبة لإصابات الفريق الطبي. المستشفيات المخصصة للعزل أقل فئة بتضرر من المرض، لأن الحقيقة بيبقوا عاملين حسابهم جدا على كل المريض يحموا نفسهم واخدين احتياطاتهم كمان. المستوى اللي بيؤرقني الحقيقة في الإصابات هو المستشفيات العامة بجميع أنواعها، سواء كان مستشفيات عامة تابعة لوزارة الصحة أو للجامعات أو للقطاع الخاص بجميع أنواعه، سواء كان في عيادة خاصة أو في مكان عمل مستشفى خاصة، لأن دول الحقيقة ما بيقوش عاملين حسابهم على إنهم يتعاملوا مع مريض كوفيد، طبعا لانهم ما بيتبعوش التعليمات اللي المفروض انها تتبع، وبيفاجئوا ان هو حصل لهم اصابه من مريض. طب هل ده الاصابه الاكثر في الهيلث كير وركرز؟ لا، الحقيقه الاصابه الاكبر بكتير جدا بيننا وبين بعضينا. الهيلث كير وركرز في العلاقه العاديه اللي موجوده جوه المستشفى بيننا وبين بعض، قعدنا في الاستراحة، سكن الأطباء، إن احنا ناكل مع بعض، إن احنا ما نبقاش مدين احتياطاتنا كاملة، باعتبار إن احنا لازم نعتبر إن يا إما لازم نحتاط، يا إما أكون أنا مصاب يا إما زميل موجود معايا مصاب. ده لازم أحطه في اعتباري خلال الفترة دي، والفترة اللي فاتت الحقيقة ما كانش مؤخذ في الاعتبار. الفترة القادمة إذا ما خدناش ده في اعتبارنا، إن يا إما أنا مصاب يا إما الزميلة اللي أنا بتعامل معها أو الزميلة مصاب، بدءا من الراجل اللي واقف على الـ على الـ على البوابة اللي بره، اسف ساعات النت بيقطع. فاذا ما خدناش ده في الاعتبار في الفتره القادمه هتحصل اصابات كثيره في الفريق الطبي. طيب نبتدي ازاي يعني نتعامل مع القضيه دي ك هيلث كير وركرز؟ اول حاجه ان احنا في قواعد عامه لازم نكون ماشيينها، لو انا نسيت اقولها يبقى برضو حضراتكم معاكم. اول حاجه ان ترسيخ الهاند هايجين غسل اليدين بالماء والصابون مسبق على استخدام الكحول. الحركه الثانيه ان انا استخدم الكحول لو ما فيش ماء وصابون، لكن في كل لما الاقي استطاعه لوجود ماء وصابون اغسل ماء وصابون، في غير كده كل ما تلمس مع اسطح ما فيش اي احتماليه ان انا احط ايدي على وجه على اي حته في وجهي، خاصه الفم والانف او العين، الا لما اكون حطيت هاند الكحول راب عليها ودعكت ايديا بالكحول. تاني حاجه ان انا اتحاشى تماما الاماكن الزحمه، سواء كان في مكان عمل، سواء كان في مواصلات، سواء كان فوق. انا دلوقتي بشوف سوبر ماركتات عامله حاجه ظريفه جدا بره، بنقف طابور في الشمس بينا وبين بعض متر، لكن نخش نبقى كلنا فوق بعض، فكده
ما ينفعش يعني لما تلاقي الموضوع ده انسحب واطلب الحاجه، يعني تجنب تماما مناطق الازدحام قدر الامكان، لان في اوقات حتى ما يبقاش كافي انه يحميك من الاصابه. بعد كده نقول نستخدم ايه بقى كباريرز مرتبه حسب اولوياتها، الماسك او ريسبيريتورز اللي هي ممكن تكون N95، الجلوفز اللي هي القفازات، الفيس شيلدز اللي هي بتغطي الوش كله، ودي مفضله طبعا عندي لان الفيس شيلد بقدر البس النظاره وانا مستريح، انما الماسك انما سوري الجوجلز تبقى ممكن تكون بتتعبني شويه. الجاونز ودي اهميتها انها بتمنع الرذاذ ان يجي عليا وبعدين اخد من هدومي على انف والفم بعد كده، ان انا اعزل المريض وان انا اعمل كارانتين للناس اللي هم ممكن يكونوا مصابين. زي ما احنا عارفين مكافحة العدوى فيها ستاندرد بروسيجر ما بتغيرش خالص في اي وقت من الاوقات، هي يعني مثلا ما اقدرش ادي حقنه لحد من غير ما ابقى مسح له مسحه كحول عشان الاسيبتيك تكنيك ولابس جلافز معينه اذا كنت هديها لواحد ميونيت ضعيفه، الكلام ده كله موجود سواء في جائحه او ما فيش جائحه. لكن ايه اللي بيزيد بقى في وجود الجوائح؟ ترانسميشن بيزد بروسيجرز اللي هي يا اما الجائحه دي المرض بينتقل عن طريق الرذاذ، أو المرض بينتقل عن طريق الهواء، أو المرض بينتقل عن طريق التلامس، أو المرض بينتقل عن طريق التلامس مع واحد من الاثنين الرذاذ أو الهواء. في الحالة اللي احنا فيها بالنسبة للكوفيد فهو بينتقل عن طريق الرذاذ والتلامس. طيب الستاندرد بريكوشن هي بسرعه زي ما احنا عارفينها وحافظينها، هي نظافه الايدي، استخدام الوقايه الشخصيه، الكاف اتيكيت، ان انا اتبع السيف انجكشن بروسيجرز، البروبر ريبروسيسنج للانسترومنت والبروبر هاند وستورز اوف ميديكيشن، نظافه وطهاره البيئه، التعامل مع الملايات والتنظيفها وتطهيرها، وان انا ازاي اتعامل مع النفايات اللي هي بيست او الاكياس الحمراء. طيب الترانسميشن بيست بريكوشنز زي ما اتفقنا احنا المرض بتاعنا دروبلت بريكوشن زائد كونتاكت بريكوشنز، دروبلت اللي هي الرذاذ. طب ايه فرق الرذاذ عن الايربورن؟ الرذاذ هو فيروس ثقيل بيتحرك مع الرذاذ اللي طالع من الفم او الانف، بينتقل عن طريق الفم ما بيزيدش عن 90 سنتي ويقع، لكن الهواء لو حاجه بتنتقل عن طريق الهواء بتفضل معلقه في الهواء فتره طويله، أو ممكن تكون اللي قاعد في أول صف في السينما يصيب آخر واحد قاعد في السينما، آخر صف قاعد في السينما. الواقيات الشخصية زي ما اتفقنا وترتيبها ده بالنسبة لحد لابس الواقيات الشخصية بتاعته وداخل على العيان، أهم حاجة الهاند هايجين، وهنقول بيترتب إزاي الموضوع لما نيجي نلبس واقيات، وبعدين الماسك، وبعدين الفيشل والجاوز. بالنسبة للعيان، ايه الفرق ما بين عيان مصاب او عيان مشتبه؟ العيان المصاب ممكن الافضل طبعا يبقى له اوضه لوحده، لكن نتحط مع عيانين تانيين اسمها الكوهورتنج، يعني كل لما يبقى فيه زحمه في العيانين ممكن اضم العيانين المصابين مع بعضهم مع احتفاظ بمسافه متر على الاقل بين السرير والاخر. لكن بالنسبه للعيان مشتبهين لا يمكن احط اثنين مشتبهين مع بعض او احط عينين مشتبهين مع بعضيهم، لان في من العينين دول ناس ما هماش عندهم المرض بس هم اشتباه في المرض. طب درجات الافضليه ايه؟ اول حاجه طبعا غرفه فرديه، دي احسن حاجه ان انا اتعامل مع المرضى او مشتبه معهم في غرفه فرديه. تاني افضليه ان انا ابقى موجود ستاره ممكن تطهيرها ما بين السراير، بس تبقى المسافه اكتر من متر ونص ما بين السرير والاخر. الدرجة اللي بعديها والتي لا نتمنى أن نصل إليها يعني أن يبقى الأسرة جنب بعضيها وتبقى المسافة بينهم ما تقلش عن متر، المتر دي بتبقى علشان الدروبلت ما يطلعش من العيان للتاني ويبقى نايمين خلف خلف. بالنسبة للستاف زي ما تفضل أستاذ الدكتور، إحنا لازم نقلل على قد ما نقدر الستاف اللي موجود، ما يدخلش للعيان غير الستاف المخصص للتعامل مع المريض ولابس الوقايات الشخصية بتاعته. احنا داخلين، احنا الفترة اللي داخلين فيها عندنا مشكلة من اثنين ممكن تسبب الإصابة. يا اما انا اسف، يا اما الميسيوز، يا اما الميسيوز، يا اما الميسيوز يا اما الابيوز. ميسيوز يعني انا استخدمت الواقيات بطريقه غلط، والاحصائيات اللي عندي بتقول ان انا وانا بقلعه
بلاه غلط، بلمس السطح اللي المفروض ما المسهوش، ده اللي بيسبب الإساءة أكثر. والأبيوز إن أنا أي حد أي حد في الفريق في المستشفى بيستخدم واقيات بطريقة مبالغ فيها، وده بيخليني لما احتاجها ما لاقيهاش. انا بستأذن بس احط اللاب في الشاحن احسن. هي دقيقه واحده. معلش اسف على الانتربشن. الفتره اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم عندنا مشكله من اثنين اللي هي ممكن تعمل لنا اصابه الفريق الطبي. الميس يوز الواقيات الشخصيه اللي هو الاستخدام الخاطئ، الاب يوز اللي هو الاستخدام المفرط او المبالغ في الواقيات الشخصيه. بمعنى ان مثلا حاجه زي الان 95 من اول عام المستشفى اللي واقف على الباب او الامن حد الاي سي يو لابسين الان 95 بموظفينهم بعمالهم، وده استهلاك خاطئ للان 95. ان انا مثلا الاقي ان الان 95 بيستخدم في اماكن غير الرعايه الحرجه، وده بيخلي طبعا الماسك زي كده بهذه القيمه ان هو يختفي من المنشاه الصحيه. بالنسبه للاماكن بقى عشان ما اخدش وقت اكتر من اللازم، قبل ما ادخل دي ترتيب لبس الواقيات الشخصيه وخلعها. هاند هايجين طبعا، ابتدي البس الجاون وبعدين الماسك والريسبيريتورز. بعد ما البس الماسك اقعد اعمل فيت تيست، ده اللي هو احط ايدي على الماسك من فوق واقفله كويس، واحد لابس نظاره زي حالتي كده ينفخ، لو لقى ان النظاره بتشبر يبقى معناها ان هو مش لابس الماسك كويس، يبقى الماسك محتاج يتظبط اكتر من كده. خلوا بالكم الهواء بيتحرك دايما من الحته السهله، يعني الهواء مش هيدخل في الحته اللي فيها ريزيستنس ويسيب الحته السهله، الحته السهله اللي هي المفتوحه. فلو الحته دي مفتوحه يبقى انا هيدخلي من هنا للحته دي مفتوحه، هيدخلي من هنا تحت مفتوح. يبقى بعد كده بلبس الاي وير او الفيس شيلد، بعد كده بعمل بلبس الجلوفز، بعد كده اعمل تشيك نفسي، وبعدين ادخل على عيان. بعد ما اطلع اخر حاجه لبستها اول حاجه بقلعها اللي هي الجلوفز، دي اكثر حاجه ملوثه. بعديها بعمل هاند هايجين ضروري عشان لو ايدي تلمست مع اي حاجه، بقلع الاي وير او الفيس شيل، بقلع الجاونز، وبعدين اعمل هاند هايجين، وبعدين اقلع الماسكس. اخر حاجه الماسكس بتتقلع من ورا، ما بتتقلعش من قدام، ما لمسش من قدام خالص. اعتبر دايما ان المنطقه اللي قدام دي سواء في الجلوفز سواء في الجاون سواء في الماسكس زي ما يكون عليها ميه نار ما تتلمسش. وبعدين بعد كده اعمل هاند هايجين وابتدي ادخل في الشغل تاني. دي انواع الواقيات اللي المفروض انها تتلبس من مقدمي الرعايه. ده في الامرجنس ديبارتمنت، ده واحد بيشتغل في الامرجنسي عادي في المستشفى وبيعمل سكريننج للعيانين. المفروض ان هو يبقى لابس جوجل او الفيس شيلد ولابس الماسك العادي اللي هو السيرجيكال ماسك. العيانين بقى اللي داخلين زي ما استاذنا الدكتور تفضل وقال لازم يتفرزوا من بره المستشفى، بحيث ان العيان اللي هو فيه خطوره يبقى مصاب بالمرض ده يخش في مسار، العيان اللي ما فيهوش اشتباه يخش في المسار العادي بتاع العيانين. لا يجمع ما بين العيانين جوه بقى، ما بين العيانين اللي ما هماش عندهم احتمال يكونوا مصابين بالمرض مع العيانين المشتبه بيهم، علشان الزحمة دي هي اللي بتجيب مشكلة في الإصابات في العدوى في داخل المستشفى. طيب اللي دخل في مسار ده هيلبس إيه؟ العيان اللي دخل في مسار اللي هو احتمال يكون عنده الاشتباه في الإصابة ده بيلبس الماسك اللي هو السيرجيكال ماسك العادي، يخش في المسار بتاعه. اللي هيكشف عليه بقى جوه هيكشف عليه وهو عامل حسابه إن ده احتمال يكون عنده المرض. عدم اتباع هذا الأسلوب او ايه اللي خلانا نكتشف ان الاسلوب ده مهم؟ انتشار الميرسكوفي في دول الخليج زمان، ان هو كان العيان بيدخل على ما يتعرف ان هو عيان، ده ما كانتش لسه التعليمات دي نزلت، على ما بيتعرف ان هو عيان بيكون
عمل إصابة لبعض العيان الموجودين والأطباء أو التمريض اللي بيقابلوه. فمنظمة الصحة العالمية بعد كده طلعت اللي هي الريكومنديشن إن لازم نعمل فرز العيان من بره المنشأة. بره المنشأة يعني إيه؟ يعني بره الاستقبال وبره العيادات الخارجية، ما استناش لما تخش جوه وبعدين أبتدي أفرز ده ممكن يكون عنده إصابة ولا لا. طب العيان هنا أنا عندي الماسكات وحتة شيك ومعهم فلوس ألبسه ده N95 مثلا؟ لا، السيرجيكال ماسك هو اللي مفروض العيان يلبسه في جميع الأوضاع، لأن 95 ما بيأمنش المريض لما يبقى هو اللي مريض، لأن 95 ما بيأمنش زي السيرجيكال ماسك. طيب في الأوت بيشنت كلينيك لو واحد بقى داخل على عيان ما عندوش أي مشاكل من العيانين اللي اتقال ان هم ما عندهمش اشتباه، اللي هو داخل في الخط الاخضر اللي هو ما عندوش اشتباه، ده اللي هو الماسك الجراحي، ويفضل يكون لابس البلطو عشان البلطو ده يعتبر واقي ليه من رذاذ العيان كلهم ويقلعه هو في المستشفى. طيب لو بقى في العياده الخارجيه جاي لي عيان انا قالوا لي ان هو ده عيان مشتبه فيه او داخل في الخط الاحمر وداخل على المسار ده النوعيه الثانيه من الاطباء بقى اللي هو او تمريض اللي هيتقابل مع مريض جاي لي في غرفه العزل في الاستقبال او في الاوت بيشنت كلينيك، ده اللي هو من الاول في الفرز قالوا ان احتمال يكون عنده اصابه. ده دايما زي الصوره اللي انت شايفينها كده، وعايزين نركز هو لابس ايه في رجليه علشان الموضوع ده بيعمل لنا مشاكل في المستشفيات. هو مش لابس بوت في رجليه خلاص، عشان كل الناس تقول لك عايزين بوت. البوت ملوش اي دور في المستشفى غير في حاله واحده بس هتيجي في السياق ده، لابس من فوق لتحت كده، لابس الفيس شيلد او الجوجل، ولابس الماسك الجراحي العادي، ولابس جاون، ولابس جوانتيات طبعا. دي الوقيات اللي مفروض ان هو بعد ما بيخلص مع العيان بيقوم قلعها ورامي الجلافز. ممكن الجاون ده يبقى ملبوس عليه ابرون وافضل لابس الجاون نفسه وبغير بس الابرون اللي هو الابيض اللي هو الرفيع ده، بغير الابرون ما بين عين والتاني. الجوجل او الفيس شيلد ممكن يعاد استخدامهم بالمطهرات، استخدم اطهر وارجع اعيد استخدامه. الماسك ممكن افضل لابسه للعيان اللي بعديه، خصوصا لو لابس فيس شيلد افضل لابس الماسك لحد ما الماسك نفسه يبقى فيه مشكله ان هو ترطب او تمزق او بقى عليه لود كبير او اتسخ، فكده بقى لو عملي البس الماسك الجراحي اللي بقى تاني. طيب ده نون ايروزول جينيتيك بروسيدر في المستشفى. برضو نبص على تحت كده، مش لابس بوت اهو، عشان بس ايه كل واحد في المستشفى عايز نلبس بوتات ونقعد نعمل ريوز للبوت ازاي وبتاع. هو مش لابس بوت، هو من فوق لتحت برضو لابس زي اللي دخل على العيان المشتبه ده، لابس فيس شيلد او جوجل وماسك جراحي، ماسك جراحي مش N95، ولابس الجاون ولابس القفازات. ده بقى في الايريزول جينيتيك بروسيدر، في اي مكان في احتماليه ان يطلع اللي هو نعمل ايريزول جينيتيك بروسيدر دي في الاي سي يو غالبا، او اللي بيسحب عينه اللي بياخد مسحه من العيان، لو بيعمل انتيوبيشن، لو بيعمل تشفيط للعيان، لو بيحطه على النبولايزر، الحاجات دي اسمها ايريزول جينيتيك بروسيدر. هنا بقى نفس اللبس بتاع اللي داخل على حاله عاديه، لكن هنا بيلبس ال N95. يبقى ال N95 لو عندي في المستشفى علشان ما يحصلش ابيوز لازم البسه بس لدكتور الرعايه، بس للدكتور اللي هو محتاج، بس للممرضه اللي هي في الرعايه. وجمهوريه مصر العربيه فرضنا ده فوق توصيات منظمه الصحه العالميه اللي هي تحديث 6 ابريل، فرضنا في جمهوريه مصر العربيه ان كل اللي شغالين في اي رعايه في جمهوريه مصر العربيه يلبس N95 ويلبس البطاقات الشخصيه بتاعته كانه بيتعامل مع مريض كوفيد. العامل بقى اللي هو عمال النظافه هيلبسه، هو ده بقى بص تحت هنا بقى، ده اللي لابس بوت، ده لابس بوت، ولو في عندنا البدله اللي هي الثقيله ممكن يلبسها اللي كان بيريوزد، بس مش يعني لازم يبقى اللي بيعمل ريبروسيسنج ليها يبقى شخص يعني انتليجنت حاجه زي كده. ده بيبقى لابس الفيس شيلد او الجوجل ولابس الماسك الجراحي طبعا، مش عمر ده ما يلبس ال N95، ولابس الجاون او البدله ولابس قفازات شديد التحمل ولابس ده في رجله البوت. المعمل العادي اللي هو مش بيتعامل مع المانيبيوليشن العادي، يعني اللي هو في المعمل بيتعامل مع اي عينات ومن ضمنها كمان العينات بتاعت الكوفيد، بيبقى لابس الجوجل السيرجيكال ماسك والجاون والجلافز.
تمام. انما اللي يسحب اللي هياخد مسحه ده اللي بيبقى لابس N95 ولابس ممكن الابرون علشان برضو يعمل حمايه زياده للجاون اللي هو لابسه. طيب نيجي بقى كده خلصنا الجزء اللي هو اللي بيتعامل داخل مستشفى مع مرضى يعمل ايه. طب احنا مع بعض بقى نعمل ايه؟ 80% من الاصابات اللي عندي للهيلث كير وركرز بينهم وبين بعضهم وليس من المرضى. 80% من المصابين بيصابوا لعدم الاكتراث بحتة ان احنا نتعامل مع بعض ازاي. اهم قاعدة ان احنا نبعد عن بعض، نبعد عن بعض على اقل متر. والصوت مش موجود خالص بتهيألي. كانت فين؟ انا في السيشن دلوقتي ولا طلعت؟ بس الفتره اللي فاتت الصوت ما كانش ظاهر. انهي من انهي من انهي من انهي واحده؟ طيب اللي هو اخر حاجه اللي بياخد المسحه في المعمل. من اول المعمل. طب دي واحده اللي هو هنا ايوه دي نبدا من هنا بقى بعدها. تمام ده اللي هو خلصنا اللي دول حركت معنا دول اللي بعدها اللي هو بياخد مسحه. ده لازم يبقى لابس زي اللي شغال في الرعايه، لابس فيس شيلد، لابس او اللي فيس شيلد يا اما جوجل، ولابس هنا ال N95. ده بيلبس ال N95 ولابس طبعا الجاون وعليه ابرون ولابس الجوانتيات، ومش لازم طبعا هنا ومش محبذ ان هو يبقى لابس بوت. كده خلصنا الجزء اللي هو ازاي نتعامل مع المرضى، نأمن نفسنا ازاي من المرضى. لكن نيجي بقى للجزء الاهم اللي هو 80% من الاصابات اللي عندي الهيلث كير وركرز، اللي هو ازاي نتعامل مع بعض. مش ازاي، ودي حاجه جديده في الانفكشن كنترول. احنا دايما في الانفكشن كنترول بنتكلم وبنتكلم على نوع الترانسميشن. احنا في الايرا اللي جايه او في الفتره دي على الاقل بنتكلم هاو تو ديل وذ يور كوليج، ودي ما كانتش موجوده في الانفكشن كنترول. ما كانش برانش في الانفكشن كنترول اسمه هاو تو ديل وذ يور كوليج، خصوصا ان احنا بنتعامل مع ناس مصابين وما لهمش اعراض اسيمتوماتيك. فاحنا القاعده الاساسيه والمهمه والتي في غايه الصعوبه واللي انا عارف ان هي تحدي، ان احنا نفضل محافظين على المسافات البينيه اللي بيننا ما تقلش عن متر في اي وضع من الاوضاع في التعامل داخل المستشفى. ان احنا ما نضيعش اي فرصه ان احنا نغسل ايدينا ونحط كحول في اذا لازم الامر. طيب ليه احنا مهتمين بنقول البيئه؟ انا لو ايدي جت على اي انا لو ايدي جت على الفيروس نفسه وهو كده يعني بيقول ان هو ده الفيروس وايدي جت عليه، ما فيهوش اي مشكله، الايد مش هتنقل المرض. لكن كل الخوف ان الايد تنقل الفيروس من اي مكان وتحطه على الاماكن اللي هتنقل المرض، اللي هي الفم، الانف او العين. في اللحظه دي بيبقى الايد لها اهميه. فانت لو تلمست مع اي حاجه، لو ما كنتش لابس جوانتي وحسيت ان انت تلمست مع اسطح او لقيت نفسك تلمست مع اسطح باي شكل من اشكال، الاي تي ام، الاسانسير، الترابيزه اللي انت قاعد عليها، بعد كده على طول تغسل ايدك بميه وصابون او تفرك ايدك بالكحول. طب احنا في الفترة اللي جاية في المرحلة القادمة كل اللي بيشتغلوا في المستشفى مفروض يكونوا لابسين ماسك جراحي أثناء العمل، لأن احنا خايفين طبعا من الانتشار الشديد دلوقتي اللي بقى في المجتمع، واحنا جزء من المجتمع وقد ينتقل إلى المستشفى من خارج المستشفى أو المنشأة الصحية. سيرجيكال ماسك، ايه مشكله ان انا البس سيرجيكال ماسك فتره طويله؟ ان الناس بتتلامس مع السطح. السيرجيكال ماسك ده عباره عن اي ماسك، عباره عن منخل شايل لي بره كل الاجسام الضاره وجوه ما بيوصليش حاجه. طيب انا لما باجي البس الماسك فتره طويله بتلامس مع سطح الماسك من بره باي شكل من الاشكال. في ناس بتمسح مناخيرها وهي لابسه الماسك، في ناس بتتك على الماسك وهي لابساه من بره. كده اول ما احط ايدي على الماسك من بره والمسه بقى في اي حته في وشي، يبقى انا كده نقلت مش بس الكورونا، كل المشاكل اللي كانت موجوده. في ناس بتروح شده الماسك وحطها
تحت دقنها فينفس منه، هو بيعمل الحركه دي من بره الماسك وده بيمثل خطوره شديده عليه. في ناس بتلبس الماسك وهي مش عارفه انها لازم تقفله كويس، فيبقى الهواء داخل طالع عليه من كل ناحيه، يبقى الماسك ملوش لازمه. فترات طويله ناخد بالنا من الاعتبارات دي لما نيجي نلبس فتره طويله. مفيش اي شيرنج داخل المنشاه الصحيه بيننا وبين بعض لاي اشياء خاصه، سواء كانت طبعا ماسكات اكيد، اكل، سجاير، خلافه، الحاجات دي كلها ما نشاركهاش بيننا وبين بعض. طيب الحته بقى البؤره اللي بيجي لي منها الاصابات، وهي السكن الاطباء او سكن التمريض، عدم احترام المسافات البينيه، ان الناس تنام دورين فوق بعض، يبقى راس فوق زي على راس تحت، مفروض ان اللي هينام في دورين فوق بعض يبقى خلف خلاف. لو هننام لو هنعمل في السكن السرير اللي في النص ده مثلا في الصوره لازم يتشال علشان يبقى المسافه البينيه متر، ويناموا برضو خلف خلاف احتياطي. الاماكن التجمع ممنوعه خالص، ما زالت في مستشفيات فيها كافيتريات وفيها مطاعم وبياكلوا في شهر رمضان مثلا بيفطروا مع بعض من غير احترام. المكان الوحيد اللي مش هتعرف تلبس فيه الماسك وانت بتاكل، فمش معقول انت بتاكل نلم الناس كلها جنب بعضها، هنا هيحصل مشكله في نقل المرض، ودي هتعمل لي مشكله في اصابات الهيلث كير وركرز. في المناطق الاداريه ما حدش يدخل على المناطق الإدارية، مفروض إن إحنا نخش المناطق الإدارية على أقل عدد ممكن، يتحط مكتب كده على باب على باب المنطقة الإدارية، وما يدخلش غير اللي إحنا محتاجينه. لازم يبقى في ديستانسينج ما بين الناس بينها وبين بعضها. لما نيجي نروح البيت بقى، خلصنا الشغل في المنشأة، نقلع البلطو إذا كان لابسين البلطو، ونغسل إيدينا بالماء والصابون. بنحاول نيجي وننصرف بالعربيات الخاصة بتاعتنا، مفيش داعي إن إحنا نستخدم المواصلات العامة دلوقتي. لو هتستخدم المواصلات العامة لازم بقى لابس ماسك، علشان ده المكان اللي لازم هتحتك بيه بناس قد يكونوا مصابين، وفي الفترة الجاية احتمال كبير طبعا. لما توصل البيت اول حاجة تعملها ان انت تقلع الحذاء خارج المنزل او في متر داخل المنزل، والمتر ده لازم يتطهر كل فترة. تقلع هدومك من بره لجوه وتحطها في الغسالة. اهم حاجة ان انت تغسل ايدك بماء والصابون، ما تتلمسش مع اي حد من البيت غير لما تغسل ايدك بماء والصابون. في ثلاث فئات حاول تبعد عنها في البيت، الاب والام او كبار السن، علشان دول لو اتصابوا هيبقى في مشكلة معاهم. اي حد عنده مرض مزمن زي امراض السكر اختارها وامراض القلب والناس اللي بتاخد كيموثيرابي وخلافه، اي حد عنده مرض مزمن تبعد عنه في البيت، تحتفظ دايما بالمتر، مفيش داعي البص والاحضان والكلام ده. والحوامل ودول الثلاث فئات دول في اثناء الفتره اللي جايه ما ينزلوش يجيبوا حاجه بره، من بره حد يقضلهم حاجتهم من بره. اتمنى ان انا اكون غطيت كده على قد ما اقدر المناطق اللي ممكن يحصل فيها اصابه الهيلث كير وركرز، ومتشكر للاستماع. شكرا جزيلا دكتور ايهاب. استاذ دكتور ايمان اتفضلي يا فندم. دكتور ايمان مدحت اتفضلي يا فندم. It's my honor ان بريزنت الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الامراض المعديه والجهاز الهضمي وكبد في جامعه حلوان، والتوك بتاعته عن هيقول كيس ستادي ا كيس اوف كوفيد with hematemesis on ventilator. شكرا جزيلا دكتور ايمان على التقديم، وشكرا للجمعيه المصريه على الميتنج الجميل ده اللي اعتقد جاي في وقته جدا الحقيقه، وشكرا للجنه المنظمه على دعوتي علشان اقول التوك دي. الحقيقه التوك دي كيس برزنتيشن، دي كيس فعلا حصلت واحنا قابلناها واتنشرت زي ما هوري لحضراتكم في النهايه دلوقتي. الكيس دي اتنشرت بعنوان Emergency Endoscopic Variceal Band Ligation in a COVID-19 patient presented with hematemesis while on mechanical ventilation. بدايه احنا كلنا طبعا عارفين الكوفيد 19 واللي عمله من جلوبال بانديميك، اللي الحقيقه كان ليها تاثير كبير جدا على الهيلث كير سيتنجز عموما. بقى عندنا كنترول ميجرز دلوقتي ابلايد في كل الهيلث كير سيتنجز على حسب طبيعتها، بما فيها الاندوسكوب يونت. عندنا دلوقتي ريكومنديشنز ايه الحالات اللي تتعمل وايه الحالات اللي ما تتعملش اثناء فتره البانديميك. كل حالات الكولد زي ما احنا بنسميها وحالات الفولو اب
يفضل انها تبقى بوستبوند بعد البانديميك. الحالات بتاعت الامرجنسي بس هي اللي ريكومندد دلوقتي حسب الامريكان كوليدج اوف جاسترونترولوجي وجمعيات تانية كتير انها تتعمل في الاندوسكوبيز. وحتى الامرجنسي اندوسكوبيك سيتنجز دي لازال فيها انسرتينيتيز كتير قوي، حاجات تتعلق بالبيشنت سيفتي نفسه، البيشنت اللي عنده كوفيد، البروتكتيف ميجرز اللي اقدر استخدمها، الانفكشن كنترول ميثودز اللي ممكن نستخدمها في الامرجنسي سيتنجز. الحاله بتاعتنا دي 59 years old male history of hepatitis C virus with related chronic liver disease and liver cirrhosis. البيشنت ده كان ريفيرد لينا في مستشفى 15 مايو، احدى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة بإشراف من جامعة حلوان. البيشنت اتشخص كوفيد 19 بوزيتيف قبلها بيوم في مستشفى الصدر، واتبعت لنا فور ادميشن، وده كان يوم 24 مارس 2020. زي الروتين اللي بنعمله، السي تي تشيست بتاع البيشنت اتعمل وبين مالتيبل بايلاترال باتشي لانج كونسوليديشنز، الجراند جلاس اوباسيتيز اللي هي التيبيكال بيكتشر بتاعت الكوفيد 19. دي السي تي تشيست بتاعت البيشنت، وزي ما انتم حضراتكم شايفين يعني كلاسيك تماما للكوفيد بالمونري افكشن. البيشنت بدأ العلاج حسب البروتوكول بتاع وزارة الصحة، أوسيلتاميفير، ليفوفلوكساسين، ميروبينيم في الوقت ده. بعد يومين من الأدميشن بالضبط، والبيشنت بسبب إن كان عنده هايبرتنشن دخل في أنكونترولد هايبرتنشن وبالمونري إديمة، وبسببها بقى أدميتد في الاي سي يو، وبدأ ترايديل بالنقطة زي ما بنقول جليسريل ترينيتريت انفيوجن. بعد 5 أيام بالضبط البيشنت حصل له ديستربنس في الكونشس ليفل، الجلاسكو كوما سكيل بتاعه بقى 9/15، البيشنت بقى انتيوبيتد واتحط على ميكانيكال فنتيليشن. الاكسجين ساتوريشن كان 98%. بعد يومين بالضبط من الميكانيكال فنتيليشن حصل اكيوت اتاك اوف هيماتيميسيس. بدأنا ندي انترافينوس فلويدز، بلازما، بروتون بامب انهيبيتورز، اوكتريوتايد انفيوجن. خلال 12 ساعة الحقيقة البليدنج ما وقفش خالص، البيشنت خد كيسين دم كمان. البليدنج يعني كان مستمر في الوقت ده، اضطرينا ان احنا نبدأ نجهز البيشنت ده علشان نعمله أبر جي آي اندوسكوبي. هو طبعا كان في الاي سي يو محطوط على ميكانيكال فنتيليشن. اللي حصل ان احنا عملنا موبيلايزيشن للاندوسكوبي ستيشن نفسها، نقلناها جوه الاي سي يو، وبدانا نجهز السيتنج في الاي سي يو علشان نعمل البروسيجر. الميديكال تيم اللي عمل البروسيجر كان فيه اوبريتنج دكتور، الانستيزيا، واندوسكوبي تريند نيرس. طبعا حطينا نفس السيتنج العاديه، التاور والميديكال ستاف واقفين على شمال البيشنت. استخدمنا اندوسكوبي 9 مليمتر جاستروسكوب with 2.8 working channel. المنظار اللي اتعمل اظهر ان في 3 لارج كولمز اوف ريسكي اسوفجيال فاريسز وريسكي ساينز نيبلينج ساينز واستجماتا اوف اكتيف بليدنج كانت موجوده. دي صوره البروسيجر اللي اتعمل، وده يمكن واضح صوره المنظار والباندنج للاسوفجيال فاريسز. ستومك طبعا كانت فول اوف بلاد، كان في مايلد بورتال هايبرتنسيف جاستروباسي، اتعمل اندوسكوبيك باند ليجيشن، وعلى طول اثناء المنظار كان في سكسسفول كنترول للبليدنج. الحاجات اللي احنا استخدمناها كميديكال بروتكشن، وده بيزد على الجايد لاينز، كانت الثيرد ليفل ميديكال بروتكشن اللي ابلايد في الاي سي يو رومز، طبعا هاند ووشنج، ال N95، السيرجيكال كاب، الفيس شيلد، جوجلز، اللونج سليف ووتر ريزيستنت جاون، جلافز تو ويرز، ولونج بوتس. دي البروتكتيف ميجرز، وده الزميل اللي عمل الانترفنشن دكتور احمد الشافعي.
اثناء البروسيجر البيشنت كان محطوط في السوباين بوزيشن لانه طبعا على ميكانيكال فنتليتور. الانستيزيا اختار ان هو يخدر ببروبوفول لان عشان طبعا الليفر فانكشنز وعشان البلمونري افكشن اللي عند البيشنت ككوفيد بيشنت. الاندكشن دوز كانت 80 ملي جرام وبعد كده خلال ال 30 دقيقه اللي هم وقت البروسيجر البيشنت احتاج 120 ملي جرام ملي جرام مينتنانس من البروبوفول. ما حصلش اي حاجه كان فيها اكسبوجر للبادي فلويدز البادي فلويدز بتاعه البيشنتس على الاقل فيزيبل اثناء الاوبريشن. التعقيم للمنظار بعد نهايه البروسيجر عملنا تو سايكلز من الاوتوميتد اندوسكوبي واشنج في الماشين كل سايكل كانت 20 دقيقه بالجلوترال هاي. دي اللابوراتوري فايندينجز بتاعه البيشنت. يمكن هنا كده عند 1-4 دي اول لاب اتعملت بعد الهيماتيميسيز. يمكن الليوكوسايتوزيس بعد ما كانت نزلت في الاول رجعت علي الثاني الليوكوسايتس علي الثاني. الهيموجلوبين طبعا نزل من 9.9 ل 7.9 والبيشنت خد بلد فبدا يعلى بعدها. البروثرومبين كونسنتريشن اولسرو كان واقع بتاع البيشنت يعني احنا عملنا البروسيجر وهو كان تقريبا 42% بروثرومبين كونسنتريشن. الليفر انزيمز طبعا حصل لها شوتينج بعد الهيماتيميسيز اتاك على طول. دي الداتا بتاعت البيشنت قبل البروسيجر واثناء البروسيجر وات ذا اند ريجاردنج البلد بريشر الهارت ريت الاكسجين ساتوريشن الميكانيكال فنتيليتور سيتنج الكونشس ليفل بتاع البيشنتس والاي اي جي والميديكيشنز اللي اتاخدت. بعد البروسيجر على طول البليدنج ستوبت فعلا. البيشنت بدا يبقى فايتال ستيبل جدا الكونشس ليفل اتحسن. سيبناه في الاي سي يو لمده 3 ايام بعدها فور فولو اب. البيشنت اتشال من على الميكانيكال فنتليتور بعد يومين من الاندوسكوبي اللي اتعمل. العيان ده كان محظوظ جدا الحقيقه. النيزوفارينجيال سواب اللي اتعمل كان نيجاتيف توايس فور كوفيد 19 والبيشنت ديسشارجد من الكارانتين هوسبيتال حيا يرزق سليما معافى بعد اسبوع من البروسيجر. بالنسبه للهيلث كير ستاف الحمد لله ما كانش اي حد فيهم عنده اي سيمتومز سجستيف اوف انفيكشن وكل الستاف عمل التو سوابس وبقوا ديسشارجد بعدها وكانوا نيجاتيف. شويه بوينتس بسيطه كده فور ديسكشن. الحقيقة الكوفيد 19 بانديميك دي تشالنج كبيرة جدا جدا لينا في الهيلث كير سيتنجز بما فيها الاندوسكوبي يونتس. المفروض ان احنا نبدأ من دلوقتي نتعايش مع الاوت بريك دي. نبدأ على الاقل نحط رولز ونحط قواعد لأي انترفينشن هنقدر نعمله سواء من ناحية السيليكشن ايه اللي هنختار نعمله وايه اللي ما هيتعملش الفترة على الاقل اللي جاية دي أثناء وجود الجائحة. وكمان يعني recommendations regarding كل حاجة للبروسيجرز اللي هتتعمل هنستخدم إيه وهنعمل إيه والprecautions اللي هناخدها هتبقى إزاي. البيشنت بما أنه كان محطوط على ميكانيكال فنتيليتور يمكن دي كانت حاجة مقلقة بالنسبة لنا شوية لكن إحنا لو جينا بصينا هنلاقي أن الميكانيكال فنتيليشن ده كان حاجة privileging يعني دي حاجة ميزة لأن هو عمل protection للإيرويز من الأسبيريشن خصوصا مع الكونتينوس بليدنج وأثناء الانترفينشن اللي احنا عملناه. مش كده وبس ده هو المفروض كمان إن هو عمل closed circuit للرسبيراتوري سيستم وبالتالي قلل possibility for COVID-19 transmission من البيشنتس للأوبريتور دكتور. To conclude emergency endoscopic interventions could be performed safely with appropriate arrangements in patients with confirmed COVID-19 on mechanical ventilation. الريبورت ده كان الفيرست ريبورت describing endoscopic intervention in a critically ill patient with COVID-19 infection. يمكن آخر حاجة عايز أقولها الريبورت ده اتنشر في الـ Digestive Endoscopy Journal Impact Factor 4.9. أنا بس ليه تعليق بسيط خالص في النهاية. الإيرا اللي احنا فيها دي من ناحية الانترناشنال بابلشنج أنا بعتبرها فرصة كبيرة.
اي حاجه دلوقتي ليها قيمه عن الكوفيد 19 بتتنشر بسرعه جدا وبسهوله جدا. الارتكل دي او الكيس ريبورت ده اتنشرت تقريبا في خلال 48 ساعه، ده انكلودنج السبمشن والريفيو وبعدين الريسبمشن اللي احنا عملناه والاكسبتنس، كل ده تم في خلال 48 ساعه. يعني اعتقد ان دي حاجه تشجعنا جميعا كناس شغالين في الميديكال فيلد وعندنا داتا، وبدا يبقى عندنا داتا كويسه طالعه من مصر، ان احنا ناخد الخطوه دي ونحاول نستغل الفرصه بتاعه الكوفيد 19 ونعمل انترناشونال ببلشنج كويس ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، ومش عارف مسموح باسئله دلوقتي ولا ايه الساده البانلست. الاسئله ان شاء الله في نهايه السيشن. شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد القصاص، اتفضل دكتور علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الصوت واصل؟ واصل يا فندم، اتفضل. عليكم السلام. طبعا بنشكر الجمعيه المصريه للحميات والجمعيه العربيه للمضادات الحيويه على الويبينار الجميل ده، وطبعا الشكر موصول لكل الاساتذه اللي موجودين معانا، وطبعا بشكر اخويا وصديقي وحبيبي الدكتور القصاص على الكيس برزنتيشن الرائعه دي. ودلوقتي طبعا احنا مع الدكتوره فاطمه علي الدين استاذ التروبيكال ميديسن في جامعه عين شمس، وهتقول لنا هاو كان وي بروتكت اور سيلف ان جنرال هوسبيتال. اتفضلي يا دكتوره فاطمه. عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكر حضراتكم على الحضور، وهنبدا ان شاء الله المحاضره. I'm going to talk about infection prevention and control in general hospitals in COVID-19 pandemic. Next. ضغطي بالماوس في نص الشاشة يا دكتور. تمام، شكرا استاذ مصطفى. First, we are going to talk about endoscopy units. As Professor Mohammed Al-Assas said, during the rapid spread of COVID-19, we have to stop elective endoscopic procedures. And only you are going to work with the emergency situations in the endoscopic procedures. As the spread is going to decrease, we are going to start working in endoscopy units. But if you have to perform an upper GI endoscopy unit, your top priority is to knock out safety of patients and the staff. Patients should be screened with the pre-procedure COVID-19 questionnaire. As Dr. Sami tell us in the first lecture, we have to have a triage. It's better to be done before the patient gets to the hospital within 72 hours of the visit, and upon arrival to the clinic or endoscopy facility with measuring temperature upon entry. Staff should be similarly screened prior to starting work each day. Positive responses from either patients or staff for a screening questionnaire or fever prompt their removal from care areas. All patients should be surveyed 1 to 2 weeks post-procedure about symptoms of COVID or positive test results. Contact tracing should be initiated if the interval between encountering symptoms is sufficiently short or if any staff member had positive results. We have to train all staff and the providers about the COVID-19 protocol, including proper hand hygiene, required PPE in their designated work area, proper PPE donning and doffing technique, and proper disposal. New staff and the providers who may rotate through the unit, such as either, must be properly oriented and trained prior to working in the unit for the first time. Training and orientation should be repeated as protocols change over time. Distancing of 6 feet, about 2 meters or more between individuals, should be enforced as much as possible. Patients should come by themselves or with only one essential family member or caregiver. Only one member with the patient. Waiting room chairs should be redistributed for social distancing, which may reduce capacity by about 50% to 75%. Scheduling and checkout processes should be redesigned to ensure that distancing is maintained
and preferably we should have separate entrance and exit. If you cannot do distancing, we can have physical barriers. Patients should be wearing washable clothes, mask, or surgical face mask at all times. In the endoscopy unit, the admission staff should wear surgical mask and the clean glove. In the pre- and post-operative areas, healthcare workers should wear surgical mask, a clean glove, and if they are going to come in contact with the patient and N95 respirator is available, we can use N95 respirator. At the endoscopy room, in the procedure room, this is aerosol-producing procedure. So we have to wear N95 respirator, clean glove, disposable gown, face shield or eye protection with goggles, and head covering. Patients should continue to wear their surgical mask throughout their entire stay at the endoscopy center, with the mask being removed only for upper endoscopy. Keep appropriate distancing and protective measure during explaining endoscopy finding and follow-up plans for the patients. Patients and family members should be instructed to call immediately if the patient has a positive COVID-19 test or develops fever and or respiratory symptoms within 14 days of the procedure. They have to call the center and instruct them. In the procedure room, all members of the endoscopy team should wear full set of PPE, as we told before, N95 mask, a gown, glove, hair cover, and eye protection. The correct sequence of putting on and taking off, as Professor Ihab Atiyah tell us, is critical and needs to be understood and practiced. We have to ensure that all endoscopy team know how to wear and take off PPE. Patients with persistent coughing post procedure should remain in the procedure room until their cough has subsided. If nebulizer treatment are required, this should be administered in the procedure room. This patient is not going to go to the recovery room except he is completely stable and ready to be transferred. Then procedure staff should remove PPE and perform proper hand hygiene. After that, they complete the procedure report. Don't go to write the report before hand hygiene and removal of PPE. Frequently touched surfaces, as computer keyboards and computer mice, will be disinfected regularly using appropriate disinfectant. Aeration of the endoscopy procedure room after cleaning is important, especially if you don't have negative pressure in the room. Disinfection of the endoscope, there is no changes recommended for reprocessing of the endoscope. Cleaning and disinfection as usual steps. Reprocessing the staff should wear personal protective equipment, include glove, gown, face shield, head cover, and mask. Use proper disinfectant to clean all high touch and horizontal surfaces after each patient. After each patient, we have to completely clean all surfaces using chlorine into the surface. Desks, counters, keyboards, computer mice, phones, doorknobs, faucets, frequently touched surfaces should be disinfected at least twice daily. Restrooms should be cleaned frequently, ideally after each patient. No changes are recommended for terminal cleaning procedures. Cleaning and disinfection at the end of the day is the same, no change in the recommendation. Then I'm going to talk about the operative department. When we have surgery for patients, first, if my patient is suspected or confirmed COVID, I have to stop all elective surgeries. When we are going to work in the operation department at the patient entry area, healthcare personnel should wear mask, face shield, gown, glove, and face head. Anesthesia surgeon and those in the recovery room, if they are going to work on suspected or confirmed COVID patients, they have to wear N95 mask, face shield or goggle for eye protection, gown with apron, glove, and head cover. During intubation for all patients, either suspected COVID or not,
as it is aerosol producing procedure, then the anesthesiologist should wear N95 mask, eye protection, gown, glove, and head cover. Surgical team, if my patient didn't have respiratory symptoms, just wear surgical mask, no need for N95 mask. With face shield and eye protection, gown, glove, and head cover. If my patient had respiratory symptoms, then I have to raise my BPE. I have to raise my precaution. Only perform urgent surgeries. Define certain room for those patients. Patient preparation as usual, and plus we have to add gargling with hydrogen peroxide 1%. During patient transfer from OR to OR, cover the patient with clean linen and ask him to wear surgical mask. For surgery for patients with respiratory symptoms, label the door of OR. Contact an airborne precaution to avoid unnecessary entry in the room. Specify single anesthesia device for suspected COVID patients. The least possible number of healthcare workers in the operation room. Wear proper PPE as we told before. Use portable HEPA filters at the patient's head. Change OR pressure to negative to the corridor. As the patient reaches the OR department, should enter the room immediately. Don't enter the preparation area. Use disposable connections. If local anesthesia is used, the patient should wear surgical mask. Keep the door closed during surgery and avoid unnecessary entrance of healthcare workers during surgery. Recovery should be in the OR. This patient will not enter the recovery area. Extubation is the presence of the least possible healthcare workers. Transfer the patient wearing surgical mask. After surgery, discard all disposable connections and waste and close the bag label as infectious. Put all the linen in a bag and label it as infectious. Close the room for half an hour while opening HEPA filters. Then the worker should wear his BPE, including surgical mask, goggle, apron, clean glove, and footwear. Disinfect all surfaces with chlorine, 1,000 parts per million for 10 minutes, and then ventilate the room for 1 hour before using for another operation. Like that in the presentation. Thank you. شكرا جزيلا للدكتورة فاطمة. فضل الدكتور أحمد. المايك يا دكتور أحمد لو سمحت. حضرتك المايك مقفول. شكرا دكتورة فاطمة علي الدين. شكرا. دكتور أحمد سعد. طيب اتفضل دكتور أحمد سعد. شكرا دكتورة فاطمة علي الدين. كانت محاضرة قيمة والناس لازم تستك فعلا الانفكشن كنترول بارامترز دي كلها زي ما تفضلتي فيها، وهنناقش بعض الحاجات ان شاء الله بعد الميتنج. انا اتشرف ان انا اقدم دكتورة نهى عاصم زميلتنا في القصر العيني، كوميونيتي ميديسن ليكتشر، مينستر ادفايسر فور ذا ريسيرش اند هيلث ديفلوبمنت، ممبر اوف ذا ساينتفك كوميتي اوف ذا مانجمنت اوف ذا كوفيد بروتوكول ان ذا مينستري اوف هيلث. Title of the lecture: Healthcare Provider Forefront Against COVID-19. تفضلي دكتور. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضراتكم جميعا. يشرفني اكون معاكم النهارده. I'm going to share the screen. هو الحقيقه الهدف النهارده من التوك دي اني يعني عايزه يعني اوجه الرساله للهيلث كير بروفايدرز ان جنرال، مش بس within the health care setting. احنا كلنا عارفين في الكوميونيتيز بتاعتنا وي ار يعني نقول ناتشرال ليدرز ان اور كوميونيتيز. والحقيقه زي ما بنرجع بقى باك تو ايبيديميولوجي والانفكشن سايكل والبيولوجيكال سايكل والتشين اوف انفكشن، احنا عندنا ماني تشالنجز ات ذا بوينتس سو فار فور ذا كوفيد. يعني لو رجعنا للهوست لسه في للانفكشن ايجنت، في الانفكتيفيتي باثوجينيستي، في حاجات كتير قوي لسه وي دونت نو. فور ذا ريزرفوار انا بس عايزه انقل الصوره الكام عشان اشوف السلايد. For the reservoir, we have cases and carriers. The rate of cases, the rate of carriers, the asymptomatic cases, all the challenges ما قبلين. طيب والبوتال اوف اكزيت سو فار ريسبيراتوري سيكريشنز ستول. طيب what about the infectivity rule of
different يعني body fluids اللي بنشوف فيها الفيروس modes of transmission. عندنا droplet, it's established droplet, بس maybe احنا aware بالdirect وبنساعد يعني indirect droplet infection. ساعات we miss in some يعني our daily behavior سواء inside the healthcare facility أو outside. And the immunity so far احنا ما عندناش vaccines. حتى ال immunity studies على ال هل حتى العيان اللي recovered to which extent بيفضل immune, في حاجات كتير قوي لسه ما نعرفهاش. فكل اللي قدامنا هو ال general preventive measures for a droplet infection علشان نقدر so far ان احنا نكت السايكل دي at a point عشان نقلل الترانسميشن ونقلل من الكاسكيد اوف ترانسميشن. طيب لما نتكلم more specific على COVID-19, هو it's droplet infection. We are all aware about the droplet direct and indirect. وبنستعمل كل الـ precautions within the healthcare facility. طب what about the outside the healthcare facility? أيوة, it's relatively a lower يعني risk setting. And دايما بقول ان احنا as healthcare workers we are a high risk group. هاي ريسك مننا وهاي ريسك علينا. فأنا دلوقتي خرجت من المستشفى في الكوميونيتي within my family with friends, لازم أبقى cautious about my utensils, النظارة, الموبايل, الألم, تفاصيل كتير قوي لازم نخلي بالنا منها. حتى أكيد الستاتيستيك دي أنا أسفة I missed your call, بس your talk دكتور إيهاب أكيد وضحها بالتفصيل. فكرة إنه أنا أتعامل إزاي مع كل اليوتنسلز بتاعتي والأدوات بتاعتي outside health care facility. Incubation period برضو فيها wide range الحقيقة من يوم ل 14 يوم, وده مهم جدا إن إحنا كلنا نبقى aware بيه لأنه هيفيدنا بعد كده في suspected case definition وفي guidelines for isolation of cases and watch for symptoms including excluding cases. كل ده محتاجين ان احنا نبقى aware ان it's a wide range. أيوة most agreed upon او يعني نقول on average 5 أيام, لكن احنا up to 14 days ممكن يبقى I got the infection بس لسه ما ظهرش عليا الأعراض. What about seriousness of the condition? طيب أنا دلوقتي بتكلم على distribution about mild, severe and critical cases. فاحنا بنتكلم ان 80% من الكيسز are mild, يمكن like flu. Nearly 14% severe and then about 5% critical cases. والحقيقة distribution ده بالنسبة لي as public health بقى is interesting لأنه هو بيفكرني, ويمكن لحضراتكم ترجعوا برضو معايا في الذاكرة أيام الكوميونيتي ميديسن والهيلث سيستم والكلام ده. احنا بنتكلم على البرايمري والسكندري والتيرشري ليفلز اوف كير. 80% من البوبوليشن ان جنرال بيحتاج برايمري ليفل, نفس النسب تقريبا 15% سكندري و5% كريتيكال. فاكتشوالي يعني COVID-19 is not that serious disease. هي المشكلة طبعا في potential for exponentiation والspread, وإن إحنا the serious condition أو critical condition دي بتحتاج healthcare يعني equipments معينة, وإن إحنا so far طبعا الباثوجينيسيس في حاجات كتير لسه مش عارفين. فلكن أنا ما أقدرش أقول إن COVID-19 is a serious condition as a fatal disease for example. طيب نتكلم على susceptibility بقى أو susceptible host. الجراف ده بيبين قد إيه إنه الريسك بيزيد مع different background characteristics of the host. For example the age, يعني أنا عندي الكيس fatalities ranging from near 0% or 0.0 something% up to 15% للناس الـ plus 80. بس هو الحقيقة الجراف ده برضو يعني from statistical point of view عايز أقول إن هو خادع شوية, لأنه it's not a mere age. أنا لما باجي حتى analyze with age, ما هو الايج ده accompanied by some non-communicable diseases, some comorbidities. وإحنا عارفين إن في strong correlation between age and prevalence of comorbidities or non-communicable diseases like diabetes, hypertension, coronary heart. فهو it's not only age, يعني هي الأرقام دي يمكن الفروق الجامدة من age category للتانية مش بس mere age issue أو age factor, لا إحنا عندنا كمان comorbidities which are يعني more likely to be prevalent or more prevalent with older age groups. For example, case fatality with cardiovascular disease conditions توصل ل 10 وشوية في المية, diabetes, chronic respiratory, abnormal high blood pressure, cancer. بتفرق كتير ما بيكون في comorbidity versus non-existing condition like آخر بار, it's point, only 0.9% case fatality. Uh,
احنا في الـ في الـ في الابيديميولوجي بقى عندنا ميجر كده of how many people each sick person will infect on average, اللي بيسموها basic reproduction number. We pronounce it as R0 or R0. فهنا بس انا عايزه اوضح انه كوفيد مش يعني transmissibility بتاعته اكتر من الانفلونزا والابولا, but less than SARS, mumps, rubella, smallpox, and طبعا measles من الحاجات اللي الانود بتاعتها بتوصل 16. It's highly infectious. طبعا اكيد السيمتومز حضراتكم يعني اوير بيها اكتر مني when we meet in practice, بس انا حابه هايلايت النقطه دي لانه في whatever بقى السبيشاليتي بتاعتنا او السيتنجز اوف هيلث كير, احنا في حميات, في صدر, في اوت بيشنت, في مكان خاص, في ان بيشنت حتى بيشتكي من شكوى معينه, احنا عندنا الفيفر بتمثل 87% من الحالات, نقول 89% من الحالات. فايوه فيفر از ا فيري كومن سيمتوم, but it does not absence of fever does not exclude, وده مهم قوي ان احنا نبقى فاهمينه في suspected case definition, لان الحقيقه بقى في الواقع احنا المشكله دي احنا بنقابلها في الحميات وفي الصدر, العيانين اللي جايين suspected عندنا يعني السكيل او الهيتروجينيتي في البيشنت في الكاركترز اوف بيشنتس, عيان عنده سيفير كونديشنز وجاي اتليت ستيج اند هيز دينايينج ان هو كوفيد, وما جاش غير لما لقى نفسه فعلا is complicating ومش قادر يفضل في البيت. On the other side عيان مجرد sore throat for example جاي يشتكي ويقول انا عايز اعمل مسحة علشان I'm suspected COVID case. فمهم قوي ان احنا نستاندردايز suspected case definition, لان احنا ولا عايزين الناس تجيلنا في late condition وده بيأثر طبعا على البروجنوزز, ولا عايزين ان يبقى فيه overload على الـ first line screening مستشفيات الحميات والصدر, و والناس حتى تبقى more likely ان هي يبقى فيه تزاحم او ان يبقى فيه overuse او abuse of different supplies and healthcare manpower. فagain fever is a common symptom, لكن it's not absence of fever does not exclude. Dry cough is a common symptom, لكن productive cough also can be one of the symptoms. احنا عندنا sputum production in 1/3 of patients for example. Fatigue, shortness of breath, all these are ممكن عيان يجي complicated بقى, يجي بالcomplication يعني, which is طبعا most common complication is pneumonia and acute kidney injury or acute kidney failure. والجراف ده أنا كنت حابة أوضح منه الphases أو different stages of the disease لهدف إني عايزة أوصل رسالة إن أول stage is viral response. في فرق بين انا infected وانا clinically ظهر علي اعراض وانا complicated او دخلت في hyperinflammation phase. فall these are stages of the disease. في الاول viral can be detected, the virus can be detected, يمكن يبقى في CBC changes, لكن for example انا لو عملت CT scan في المرحله دي مش لازم كل العيانين يدخلوا في pulmonary phase, مش لازم قبل recovery, ومش لازم يدخلوا في hyperinflammation phase, بالعكس the most of cases will not pass by this. فكده انا عايز اكد رساله انه CT for example is not a screening tool for COVID-19. احنا عندنا الموست valid so far screening tool is a PCR, المسحه بيبقوا مسحتين, لكن اما ابص الاقي اعلان او جهه ما بتتكلم على full package of screening for COVID-19, مش عارفه CBC زائد CT زائد X-ray زائد DSR ولا CRP ولا whatever, this is not screening for infection. Maybe RCT طبعا is one of the suspected case definition items, وليها certain criteria أساتذة الشست يعني يوضحوها أحسن مني, لكن absence of CT findings does not exclude إن أنا infected. إحنا عندنا criteria 1, 2, 3 هنرجع لها لاحقا for the suspected case definition. طيب about the current status, طبعا أنا حبيت برضه أوضح إنه احنا فين من most of epidemics اللي حصلت في الهيستوري. هنلاقي ان الكوفيد يمكن بس السلايد احنا حاليا ممكن نكون وصلنا ل 100,000. فكوفيد is not a plague, كوفيد is not even smallpox ولا Spanish flu, اشهر epidemic حصل في القرن اللي فات. فاحنا عندنا حاجات كتير more serious, and لو بنقارن death number of deaths worldwide, لقينا الكوفيد 19 احنا we are here
in like 100,000 cases لو بنتكلم على up to date figures. وأجين ال cases ال distribution of cases طبعا more common أو ال cases reported في Europe وفي Asia وفي America أكتر كتير من أفريقيا. Again طبعا إحنا عندنا some variations in suspected case definition, some variations in the screening strategies and in the definition of a suspected case. لكن حتى لو بنتكلم على case fatalities relatively we are much lower than others regarding the total cases died from COVID-19. For the healthcare workers, for example, in China, more than 3,300 healthcare workers were infected, 4% of the 80,000 reported infections. ده في الصين. وحتى في أسبانيا في آخر مارس, nearly 6,500 medical personnel were infected, which represent 30.6% of the country's total cases. فإحنا مش لوحدنا high risk all over the countries. Healthcare workers are a high risk group. لكن لو جينا investigate أكتر في conditions هنلاقي إنه it's not only and I got infected within the healthcare facility اللي فيها confirmed cases of COVID. بالعكس معظم حالات الهيلثكير personnel كان برا ال inpatient wards من precautions برا ال inpatient wards أو حتى في الcommunity within the community. وأكيد الكلام ده يعني تفضلتوا حضراتكم بي وضحتوا يعني قبل ما جوين, لكن أنا عايزة أوضح إنه مش عايزين نفصل الفصلة بين أنا جوه المستشفى full PPE كل precautions وأرجع باك للcommunity برا المستشفى أحس إن أنا يعني أنا مش immune. أنا في الحالة دي susceptible زي كل الcommunity and I should take precautions and even I should lead in the behavior change for the community to cut or to limit the spread of such a droplet infection. It's time to plan. طبعا واضح فكرة flattening the curve. هو في الآخر الإبيداميك كيرف هينزل, إحنا متفقين, بس إمتى والبيك أو الماكسيمم هيوصل لليميت شكلها إيه compared to the healthcare system capacity. This is the real challenge. إن إحنا عندنا healthcare system capacity, ICUs, ventilators. The issue is we don't want to exceed such a capacity. أي الحمد لله إحنا so far لسه عندنا reserve كويس, لكن إحنا we should work together to flatten the curve and to يعني minimize the potential for exponentiation. عايزة أدي مثال للsocial distancing in mathematical model. طبعا it's pure mathematics الحقيقة. في factors تانية biological و epidemiological, بس to يعني to simplify, أنا لو قللت الـ social exposure by 75%, one infected person would infect by the end of the month or within 30 days 2.5 people. لو قللت الـ social exposure by 50%, one person would infect 15 person within 1 month. لو سبت بقى موضوع social distance ده, one person can infect more than 400 people in 1 month. فطبعا it's a huge difference. طيب أنا دلوقتي healthcare worker بشتغل within healthcare setting سواء في مستشفى عزلة أو في أخرى, and I'm exposed to a suspected or confirmed case of COVID. هتصرف إزاي؟ الأول أنا عايزة أوضح definition of contact أو exposure, لأنه برضو النقطة دي فيها variation كتير قوي. في ناس يعني واخدة الموضوع lightly جدا وما فيش أي مشكلة عندها في موضوع social distancing. On the other side بنلاقي أنه لو حد عدى جنب حد مخالط لحد confirmed case يجي يقول أنا contact وعايز أعمل السواب وعايز أنا دلوقتي suspected case definition. فالcontact ده is يعني least standardized definition. بنتكلم على مسافة أقل من 2 متر وduration مش أقل من 15 دقيقة. One of the factors is أسأل نفسي كhealthcare worker, هل أنا كنت protected ولا لا؟
And the other question, symptomatic or no. طبعا متفقين تماما ان احنا لو عندنا symptoms يعني fever plus minus respiratory symptom او حتى عندي CT او chest x-ray او CBC فيها positive findings زي ما هنشوف حالا in the next slide. في الحالة دي I should stop performing my duties, should go for isolation and test for COVID. As long as and I have symptoms, I immediately, عندي history of contact, عندي symptoms, I immediately go for testing. Positive testing, positive result, I go for management of COVID. But with negative result, I should repeat within 48 hours. One negative PCR swab does not exclude for a symptomatic confirmed case fulfilling the suspected case definition does not exclude. I should repeat within 24 hours of first swab. يعني مش بعد النتيجة. لا بعد تاريخ المسحة. أنا مسحت النهاردة والنتيجة طلعت بكرة. يبقى هاخد المسحة التانية بعد بكرة. فده بالنسبة للسيمتوماتيك كيس. طب أنا لو أسيمتوماتيك وتعرضت الconfirmed case. لو أنا protected خلاص. أنا protected. أنا مش خايف من نفسي ولا من العيان. فمش محتاج أعمل COVID testing and I continue my duties. I'm supposed to be keeping protected. فأجين أنا مش خايف حتى لو أنا infected case. مش هبقى خايف على العينين لأنه I'm keeping the protection وأنا asymptomatic. This should be the rule, the standard. مش مفروض يبقى وارد option إني unprotected on dealing with confirmed cases. بس فرضا لو حتى ده accidentally يعني accidentally an incident case, I should watch myself. عندي symptoms ولا لا. Again, لو عندي symptoms, I would go for testing. لو ما عنديش symptoms, I can check level of risk بتاعي. High risk like older age, a comorbid condition, immune suppressed. I should go for testing. بس في نقطة مهمة قوي أنا عايزة أوضحها هنا إنه أنا لو حصل لي contact لconfirmed case وأنا unprotected لو رحت جريت أعمل مسحة دلوقتي أنا استحالة هبقى بوزيتيف. I can يعني confirm إن النتائج هتطلع كلها سلبية. PCR عشان يبقى positive لازم وقت. فحتى أنا لو I have a contact with a confirmed case I should isolate myself for some time like 3 days and then go for testing. Positive, negative, I can repeat after 48 hours. لكن أتعرض لحالة أروح أعمل مسحة النهاردة it will never يعني make a difference. مش هتديني أي معلومة. بالعكس دي هتبقى misleading فإنه هي هتبقى false negative. فدي نقطة مهمة قوي. وإحنا بنتكلم على testing في حالة زي كده في algorithm exposure بنتكلم على PCR. لكن rapid test هنا has no rule in such a condition. Rapid test ممكن بيتعمل periodic في بعض المستشفيات every 14 days that is the maximum incubation period or infectivity period. يعني ممكن النتائج نفسها تطلع results for the antibody titer. لكن في حالة زي أنا تعرضت وعايز include أو conclude أو exclude إن أنا positive the rapid test has no rule in such a condition. طيب احنا اتعرض او تشير الجايد لاينز فور مانجمنت اوف كيسز او البروتوكول اللي تم اصداره من وزاره الصحه المصريه اللجنه العلميه لمكافحه كورونا. فيعني اتوقع انه كل حضراتكم معاكم التمبلت ده. انا بس حبيت هايلايت تو مين بوينتس في اللاست ابديت. اول حاجه انه في السسبكتد كيس ديفينيشن احنا رجعنا الهيستوري اوف ترافل لانه دلوقتي ممكن وارد ان يبقى في حد راجع من الخارج الفتره دي. وفي الديفينيشن الكلينيكال كرايتيريا وي هاف يعني ذا بيشنت شود فولفيل تو اوف 3 ايتيمز فيفر بلس ماينس ريسبيراتوري سيمتومز imaging characteristics or CT scan with suspected يعني في findings suspect هو suspected case and the differential count of the CBC في wide BCs normal أو decreased. دي نقطة احنا زودناها. مش لازم يبقى فيه leukopenia general. ممكن leukocytes تبقى normal لكن lymphocytes يبقى فيها تبقى decreased lymphocytes يبقى فيه lymphopenia. وطبعا لو عندي ساري بقى with no other obvious causes. فده is a fine update to the suspected case definition as per the protocol of Ministry of Health and Population.
And the other point is that we considered the stabilizing the patient before transfer. يعني أنا حتى لو في general hospital حتى لو في مستشفى خاص وعندي عيان suspected case ما ينفعش إن أنا أنقله طالما العيان is hemodynamically unstable. I should stabilize the case first and admit in isolation area. Every healthcare facility should that's suitable for isolation of suspected COVID or confirmed COVID cases. لو انا unstable هفضل لغايه ما ابقى stabilized وطبعا ما فيش عيان بيتنقل الايزوليشن لو طلع بوزيتيف سواب بيتنقل الايزوليشن هوسبيتال غير بالاسعاف ومعاه دكتور اثناء فتره النقل. ف this is the second most important update اتعمل في الالجوريثم for management of cases at the triage setting. And here is another one for the chest and fever hospitals. أنا بس هعرض a common scenario ممكن نتعرض له أو نتسأله. A physician 28 years physician male internist with no relevant medical history. He has recently contacted a suspected case of COVID-19 in his private clinic. The case is confirmed to be positive. What would you recommend as management step? هنتسأل السؤال ده كتير. إحنا كدكاترة في أي تخصص هنتسأل السؤال ده. ممكن نتسأل السؤال ده أو نتعرض للموقف ده. فهنا الكيس محتاجة لسه معطيات عشان نشوف نتصرف إزاي. هو موضح إن الكيس is confirmed. طيب. Contacted, expected definition. كنت protected ولا لأ? During the contact time. عندي symptoms or not? I started to develop symptoms or not? وهل أنا high risk group? أيوة he's a young physician بس عنده مثلا هل عنده أي comorbidities أخرى؟ هل هو is morbid obese for example؟ كل دي معطيات لازم الأول تبقى عندي علشان أرجع للألجوريثم اللي عرضناه لاحقا ونبدأ نقرر يعني what should we do for such a case. أنا بشكر حضراتكم. أنا خلصت the presentation بس أوصل رسالة يعني if we can see the virus دايما يعني فكرة behavior change حتى from public health perspective الحقيقة من أصعب البرامج اللي بنقدر ننفذها على مستوى health system أو مستوى population community is behavior change وأنا إحنا اللي في إيدينا لغاية دلوقتي هو ال behavior. COVID-19 is a communicable disease فإحنا مش لازم نستنى لغاية ما يبقى عندي pool of patients قد كده ونبدأ نشوف الكلينيكال ترايلز والمانجمنت ستراتيجيز. لا انا ممكن بالتعبير اللي احب دايما استخدمه احاول اقفل الحنفيه من الاول احاول ابريفنت احاول ان انا ابقى بارت اوف يعني ليدنج ذا بيهافير تشينج ان ماي كوميونتي يبقى بارت اوف ماي روتين غسيل الايد وكل الحاجات اللي حضراتكم تفضلتوا وقلتوا المفروض ده يبقى بارت اوف ماي روتين ديلي بيهافير مش بس فور كوفيد 19 از ا دروبليت انفيكشن فور اني يعني سيميلر او بوتنشال نيكست. احنا مش عارفين احنا مقابلين ايه الفترات الجايه epidemic or أي يعني نتكلم على SARS نتكلم على influenza نتكلم على أي potential droplet infection لازم يبقى عندي basic كده hygiene practices in my daily life خلاص تبقى embedded. فبس دي الرسالة الأخيرة اللي حابة أوصلها لحضراتكم وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور نور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور نور. شكرا لحضراتكم. هنبدا بقى للساده التشير بيرسونز ولو حد عنده كومنت او سؤال للساده السبيكر. ممكن اسال سؤال يا دكتور محمد؟ اتفضل. استاذن حضرتك هو السؤال طبعا لتقريبا كل المحاضرين يعني حكايه ال N95 والسيرجيكال ماسك اتس فيري امبورتنت. انا وانا بعمل منظار محتاج دايما لل N95 في الحالات اللي هي suspected أو none ولا بس في الحالة اللي positive COVID. هل السيرجيكال ماسك معظمنا لما بيلبسه بيحس ان برضو فيه هواء بيطلع؟ هل لو لبسنا الفيس شيلد مع السيرجيكال ماسك يقضي على المنطقة دي ولا لا انت برضو مضطر انك تقفل الأماكن اللي بتطلع الهواء؟ كل حاجتين مهمين قوي. هل في ضروري جدا 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 للدكتورة فاطمة ان المناظير الالكتيف ما تتعملش الفتره دي ولا برضو احنا ممكن يبقى في بعض الحالات زي الاو في مثلا اللي كان جريد 3 و4 ومتابعه بعد شهر وخايفين لا ينزف ما بنعتبروش قوي يعني ميبي سيمي الكتيف
فاحنا محتاجين يعني لو تكرمتوا الاجابه على الثلاث اسئله دي. شكرا دكتور محمد. شكرا دكتور ايهاب. حضرتك يعني كان السؤال الاول اللي هو ال ان 95 هل يغني عن النظاره او لا او الفيس شيلد؟ لا يعني لو دكتور الفيس شيلد مع الماسك مع السيرجيكال ماسك يغني عن ان 95 ولا لا؟ لا الاجراءات اللي فيها ان 95 لازم ان 95. بالنسبه للعيان اتعامل معاه ازاي في الاندوسكوبي سواء هو كونفيرمد ولا كونفيرمد؟ لازم في الفتره دي اتعامل مع كل عيانين على ان هم احتمال يكونوا مصابين حتى لو لسه عامل له بي سي ار. انا لازم ما اسيبش الفرصه لان انا لو اصبت الحقيقه يعني هيبقى في مشكله في لان انا بقابل مرضى كتير. يعني حضرتك مانداتوري ان احنا نوفر ال N95 في وحدات المنازل ده مانداتوري كدكتور. تمام. الحاجه الثالثه حضرتك أيوة. بس الحاجات السيرجيكال ماسك ازاي حضرتك تقدر تحوله ان يبقى انكلوز يعني حضرتك لا يسمح بان الاير يطلع من الماوس يعني حضرتك ده لا لو هو انا بص هتعمل حاجه كده جت في السوشيال ميديا وهي مهمه جدا. الماسك اللي انت بتلبسه حياتك ممكن ما يبقاش ماسك مطابق فانت عشان تعمل تيست ظريف كده بسرعه بتجيب حاجه مولعه قصادك 5 سنتي كده حاجه كبريت او ولاعه وتنفخ لو طفت يبقى الماسك ده غير مطابق لو ما طفتش يبقى الماسك ده اتس اوكي لان هو ده اللي المفروض ان هو بيمنع الهواء اللي طالع من حياتك لبره. انما لو الهواء ده جاي على النظاره مثلا او طالع ده بيبقى بقى فيتنج للماسك نفسه على اجزاء الوجه لان مش كل الاوجه زي بعضها. انما ان هو يبقى بيطلع هواء منه لبره وحياتك عايز بيبقى الماسك ده مش سليم. ما مش ممكن بقى حاجه زي بلاستر حاجه تقفل من بره كده يعني يبقى لا هو ده اوفر قوي يعني. انا شفت ناس عملوا كده في مستشفيات العزل وانا اعذرهم بصراحه لان في بانيك في الموضوع لكن هو المفروض مش كده خالص المفروض يحمي من غير كده تماما يعني. هو بعد اذن حضرتك في بعض الناس بتحط البلاستر ومعاها حاجه سوفت عشان يقلل البريشر على الوجه يعني مثلا حاجه زي الحاجات اللي بيلزقوها كده على دبل فيس بيبقى فيها كميه يعني يقلل البريشر شويه على الوجه مع التايتنج بتاع الماسك. هو لو السؤال ده ليا فهو الموضوع مش مطلوب عشان نبتدي نقننه يعني. هو لا هو الموضوع البلاستر ده مش مطلوب خالص في لبس الماسكات. المهم ان انا اعمل فيتنج كويس على وشي ابص من الجناب الاقي ما فيش فتحات من فوق ما فيش فتحات بالذات لو انا لابس نظاره هيبان قوي ان النفس بيشبر النظاره اللي انا لابسها. محمد ليه سؤال للدكتور قصاص. كان ليه سؤال اول حاجه للدكتور محمد القصاص. اول حاجه بشكرك على الحلقه الجميله وما شاء الله البيبرز والبابليكيشنز بتاعتك بتشهد ليك يعني. حكايه اول حاجه العيان ده ما خدش هل خد انتي فايرال ولا لا؟ هل حط كلوروكوين؟ ليه ما تحطش؟ انا شايف ان هو خد ميروبينم مع ليفوفلوكساسين بس ما خدش حاجه انتي فايرال. هل حطيته ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه البوينت اللي عايز اسال فيها الجروب اللي معانا زمايلنا. انا في مستشفى برايفت كان عندنا حوالي 120 حاله تقريبا في المستشفى اللي انا فيها. عيان سالني سؤال اول امبارح بيقول لي انا هو كان خارج بايلاترال نيمونيا وديسشارجد وبيقول لي امارس علاقتي في البيت مع زوجتي عادي خالص ولا لا وفور هاو لونج والكلام ده. ما كانش في حاجه ديفينيت لغايه امبارح منشور ارتكل على السكشوال هل في سكشوال ترانسميشن ولا لا. الصين نشروا 38 حاله منهم لقوا 14 حاله الفيروس موجود في السيمن منهم حاجتين بوست ريكفري بعد ما العيان ريكفرد والبيشنت ريكفرد اللي كان موجود في السيره. فهل فور هاو لونج احنا بنقول للعيان دايما خد البريكوشنز 14 يوم بعد ما تروح بيتك خلي في سوشيال ديستانسينج وخلي ايزوليشن 14 يوم. بس هل فيكم حد قرا حاجه عن السكشوال ترانسميشن ولا لا؟ دي اخر حاجه. الحاجه اللي بنصح بيها زمايل ان احنا بنعملها كتير دلوقتي اللي قالتها الدكتوره نهى المفاتيح والمفاتيح العربيه والموبايل والنظاره وانا خارج من العياده الكول سبراي وانضف الحاجات دي لانها بتشيل. انا في العام بقابل عيانين يعني بيقول لي العياده ويقعدوا معايا اكيوت كيس. سؤالي الاول بس دكتور محمد القصاص اسمع رايك. شكرا. حاضر يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. هو الحقيقه البيشنت عشان عنده هيستوري اوف كرونيك ليفر ديزيز وسيروتيك وهو كان تشايلد بي اون ادميشن فاحنا ما ادالناش
كلوروكين كلوروكين اكوردنج تو الجايد لاينز. احنا الكلوروكين مش بنديه مع الليفر دي كومبنسيشن او الكرونيك ليفر او كيدني ديزيز. هو البيشنت خد اوسيتلاميفير برضو يعني ده موجود في البروتوكول بتاع وزاره الصحه، ده الانتي فايرال الوحيد اللي خده. انا بس كنت حابب اعرض حاجه يعني اشير حاجه مع حضراتكم مختلفه شويه. كل الابر جي اي اندوسكوبيز كونسيدرد هاي ريسك بروسيدجر، لكن اللور جي اي اندوسكوبيز كونسيدرد لو ريسك بروسيدجرز. ويعني يمكن دي كانت موجوده في اللاينز بتاعه الامريكان كوليدج جاسترونترولوجي. واتيفر الابر جي اي اندوسكوبي اللي انا هعمله واتيفر البروسيدجر اللي انا هعمله سواء دايجنوستيك او في انترفنت، ده ابر جي اي ده هاي ريسك بروسيدجر على طول، وبالتالي المفروض ان احنا نستخدم كل الحاجات بتاعه الهاي ريسك بروسيدجرز. الابر اندوسكوبي يعتبر من الريسورس جنريتور والبروسيدجر بالظبط يا فندم. دكتور سامي بعد اذنكم، هي بس مش مساله ان هو producing aerosol. في بعض الدراسات اتعملت على بايوبسيز اتخذت من الاستمك ومن الديودينم وفحصوها باللي بيسموه ليزر سكانينج كونفوكال ميكروسكوبي، لقوا فيها الاس 2 ريسبتور اللي هو بيجي عليه الفيروس بيخشب الانترنجز سيلز يعني، ولقوا فيه كمان نيوكليوكابسيد بروتينز بتاع الفيروس. وده الحقيقه يعني برضو لما عملوا بي سي ار في الاستول لقوا في كونتينوس شيدنج للفيروس في الاستول في كم يعني. الحقيقه دوت ماشي كمان كوانسيدنت مع البالمونري سوابس اللي خدوها، قالوا انها يعني بيبقى يعني بيظهر في الاستول يمكن بعد البالمونري سواب او سوري النيزوفارينجال سواب اللي بتتعمل بعدها بخمس ايام او كده، بس بتستمر الى فتره طويله بعد ما المريض يعني حتى يطلع السوابس بتاعت البالمونري سوابس تبقى نيجاتيف بيظل الستول سوابس بوزيتيف فور كوفيد. ده في نسبه يعني نسبه كبيره تعدو على 60% او اكثر. ودوت حتى بيرجح حاجه نقطه مهمه قوي اللي فيكو اورال انفيكشن كروت اوف انفيكشن بتاع الكوفيد. فدي نقطه برضو الحقيقه مهمه يعني لابد من الاحتراز منها تماما، لان في possibility of fecal oral infection عن طريق الاستول في مرضى الكوفيد. دكتور ايمان تفضلي. يعني حابب ان هو ممكن يفيكو لو العيان عنده دايريه مثلا من الكوفيد يتنقل ولا لو ما عندوش دايريه؟ لا هو عنده او ما عندوش، انما الحقيقه برضو النسب اللي لقيتها الدكتوره نهى في لو عنده دياريه بيبقى فعلا موسيبيليتي اكتر ان هو يبقى يعني انه ينقل انفكشن فيكو اورال. في نقطه برضو نقطه انا عايز اوضح بين فرق الفايرال شيدنج، يعني احنا عندنا في ابيديميكس كتير قوي ممكن يفضل فايرال شيدنج في الاستول لشهور يعني من اكزامبلز ايبولا مثلا قبل كده. في فرق بين الفايرال شيدنج والترانسميسيبيليتي، يعني البوتنشال يعني احنا محتاجين علشان نقول انه اي حاجه من البادي فلويدز دي انفكتيف محتاجين ايفيدنس نقول انه ما هو موجود في كل البادي فلويد، لكن هل هو انفكتيف في اذر روتس غير الدروبليت انفكشن لغايه دلوقتي يعني مش حاسس. يعني طبعا حضراتكم يمكن الابديت يوم عليهم بيفرق، انا عايز افرق بين الفايرال شيدنج وبين الترانسميسيبيليتي او الانفكتيفيتي. يعني هو لازم يكون موجود انعكاس الفيرال شيدنج على الترانسميبيليتي، هي ده لسه عاوزين يعملوا ايفيدنس. هو في فيرال شيدنج في الاستول، في فيرال شيدنج في الاستول، لكن انعكاسه على الكلينيكا على اسبيكت والترانسميشن ده اللي لسه عاوز يثبت زي ما الاستاذه الدكتوره قالت. ممكن بعد اذن حضراتكم جرينا السؤال انا بوجهه لاستاذنا استاذ الريسورس اول ما طلع تعميم في محافظه جده يتعامل مع الناس اللي هم الاسيمتوماتيك او المايلد سيمتوماتيك تعامل انا كنت الحقيقه فوجئت بيه شويه، وهو ان هو اعتمد الديوريشن ما يعتمدش على الريسامبلنج. يعني يقول مثلا العينين اللي هم اسيمتوماتيك بعد 10 ايام من التشخيص هم بوزيتيف ممكن خلاص يعتبروا تعافوا حتى لو ما عملتش ريسامبلنج.
وبعد ثلاث ايام الكلام ده وصلنا الكلام ده لسه باول امبارح وصلنا الكلام ده. الناس المايلد سيمتوماتيك، انا لو دخلت عيانين عيان دخل بفيفر بس مايلد تشيست انفلتريتس نوت ديستريس نوت ديسنيك هيموداينامكال ستيبل وقعد 10 ايام افتر ذا لاست بوزيتيف ريزلت، بعد 10 ايام بعد اخر بوزيتيف ريزلت اي كان ديسشارج ذا بيشنت هوم without pre-testing. ده اللي بتعمل في أمريكا دلوقتي، ده بتعمل discharge either testing procedure or non-testing. testing or non-testing عشان تخرج العيان. testing يعني لازم تطلع 2 negative result عشان تتخرج العيان. لكن في جدة لسه نطلعين لنا الكلام ده ان انت بعد 10 ايام العيان اللي داخل mild symptomatic بعد 10 ايام asymptomatic ممكن تخرجه من غير ما pre-test. احنا طبعا ما احناش courageous enough ان احنا ننفذ الكلام ده ولسه ستيل بنعمل تيستينج. وانا بالنسبه لي العيان قعد 3 ايام اسيمتوماتيك بروح عامل التيست في ديسشارج لقيته نيجاتيف بروحه. يعني حتى ال 10 ايام دول اعتقد ان هو هيبقى فتره اطول من ان انا عيان كان مايلد سيمتوماتيك وقعد 5 6 ايام اسيمتوماتيك وبعمل له تيست وطلع نيجاتيف ما بروحه. لكن اللي طلع لنا الكلام ده امبارح لما اجتمعنا في الميتنج بتاع المستشفى في الكوميتي بتاعه الكورونا قلنا لا مش هنخرج مش هنأبلاي الكلام ده عندنا في المستشفى ان انا اخرج من غير ما اعمل عين تيستي. هو بس انا حابب يعني برضو ااكد نفس الكلام الاستادي اللي موجوده دلوقتي قدام حضراتكم في الشير دي على الجي اي فيتشرز في الكوفيد والبوسيبيليتي اوف فيكال ترانسميشن. حوالي 80% من البيشنتس في الاستادي دي فضلوا بعد ما بقى البي سي ار نيجاتيف في السبيوتم 80% فضلوا البي سي ار بوزيتيف في الستول لفتره من يومين ل 11 يوم بعد النيجاتيفيتي بتاع السبيوتم. فاحنا برضو يعني ستيل البوسيبيليتي اوف فيكال ترانسميشن موجوده ومش بس اثناء الانفكشن، لا دي الفتره بعد. يا ريت لو هتعملوا ستاديز يا دكتور محمد تشوفوا الميلز الديشارج اوف ذا فيروس في السيمن هيقعد كام شهر. الايبولا فين حصلت؟ وصلت في الايبولا لثلاث شهور في الايبولا 90 دايز في الايبولا يفضل الفيروس موجود في الستولز. فلو عملنا حاجه زي كده عندنا في مصر الاستادي الوحيده اللي اتعملت في العالم في تشاينا على 38 حاله. فاحنا عندنا عدد من الناس ممكن نعمل فيها الكلام ده في الميلز. كلكم عارفين ان الميلز بريدكشن للديزيز والاجريسيف كورس اكتر من الفيميلز. واحنا عندنا سابقه برضو يا دكتور احمد بيه في الزيكا فيروس اشي يتعرف انه سيكشوال وترانسميتد اللي في 2008 تقريبا ومن كام شهر بس طيب في نقطه تانية سمحتوا لي اتكلم فيها برضو الدكتورة إيمان بتقول إنه ممكن يترانسميتد في اليورين. هو فعلاً الاس 2 ريسبتور موجود في البلمونري موجود في الجي اي تي وموجود في الرينال تيبيول ميوكوزا، عشان كده برضو فصلوا برضو الكوفيد من اليورين بتاع بعض المرضى. موجود في اليورين موجود في الفيكال موجود طبعاً في الاسبيوتام والفارينجيال سيكريشن. بزود نقطة بس تانية على السيمتومز اللي قالتها دكتورة نهى في الجي اي تي بالذات سيمتومز الانوزميا والديسجوزيا، ودي موجوده الحقيقه اللي هو لوس اوف سميل ولوس اوف تيست سنسيشن، وديت في دراسات بتقول ان النسب فيها حوالي 20% من المرضى. انا الحقيقه جاني مريض في العياده كل شكوته اللي هو لوس اوف سميل ولوس اوف تيست سنسيشن مع شويه مايلد ثروت كونجيشن وبروف تو بي بوزيتيف كوفيد. فعايز اقول ان هو دي موجوده برضو الحقيقه، الدايريه موجوده في نسبه حوالي برضو 25% من الحالات، في دراسات تانية بتقول 60%. الابدومينال بين والنوزيا والفوميتنج الانوركسيا سيفير انوركسيا موجود في حوالي 70% من المرضى. فالحقيقه انا كان يعني عندي برزنتيشن كده على الجي اي مانيفيستيشنز اوف كوفيد من ضمنها الابدومينال بين ومن ضمنها ميلينا، حالات جت بميلينا وكان الاندوسكوبي لما اتعمل لقوا فيها يعني انجمتس مال فورميشنز او حاجات زي كده كانت بليدنج يعني. فديت حاجه بتضاف برضو خصوصا الانوزميا والديسبوزيا ديت من ضمن السيمتومز اللي تعتبر في حالات الجي اي تي مانيفيستيشنز اوف كوفيد. دكتور ايمان حضرتك ليك سؤال؟ دكتور ايمان بلع. طيب لو دكتور ايمان يبقى معانا في سؤال بس من الحضور موجه للدكتوره نهى.
برانو لو سمحتي لو في حد شغال في البرايفت كلينيك وجاله حاله بوزيتيف، لو هو لابس فول بي بي اي ما عندوش مشكله، بس حضرتك تنصحي انه يقفل العياده 14 يوم ولا يشتغل تاني يوم عادي، او يقفل العياده الفتره الكافيه اللي هي مش موجوده على الاسطح، او يعقم، ويعني هتنصحيه بايه؟ حضرتك افتح الميكروفون يا دكتور رضا. هو طبعا السؤال ده يرد عليه احسن مني دكتور ايهاب عطيه، بس هو البرود لاينز انه انا لحضرتك مباشره. هو الفكره انه انا محتاج اعمل ديس انفكشن للمكان طبعا كله بكل بقى التفاصيل بتاعه الديس انفكشن، لكن انا مش مضطر اقفل المكان. يعني انا بتكلم ايوه ان هو اتس دروبلت وان دايركت وكل السيرفيسز، وطبعا الارض دايما اقول الارض از ذا سيرفيس يا جماعه، والجزم اثباتات كتير قوي بتقول انه الجزم احنا يعني وي ار اندر استيميتنج الريسك اوف ترانسميشن ثرو الشوز، وخصوصا احنا داخلين بيتنا او بنتنقل من مكان لمكان. يعني فاحنا محتاجين نعمل طبعا ديس انفكشن بكل التفاصيل. واجين دكتور ايهاب عطيه يعني لو حضرتك لك تعقيب هو يبقى احسن مني اكيد في الاجابه على السؤال. شكرا يا دكتور. هو ايهاب حضرتك قبل ما تجاوبني على السؤال ده معاه برضو من باب الاقتصاد بقى في الاستخدام، حد برضو بيقترح لحضرتك برضو كسؤال موجه لحضرتك، لو احنا استخدمنا ال N95 عشان هو طبعا مش متوفر زي السيرجيكال ماسك، فبيقول لو احنا استخدمنا السيرجيكال ماسك وفوقيه تحتيه ال N95 هل كده ممكن استخدم ان 95 اكتر مره؟ شكرا دكتور. هو بس عشان اجاوب على السؤال الاولين الاول قبل ما انساه، هو كان على العيادات الخاصه او المنشات الصحيه لو ظهر فيها حاله وهم ما هياش مجهزه اصلا للحالات، القاعده ما فيش غلق اي منشاه صحيه تحت اي اعتبار، ما فيش حاجه. آسف النت بيقطع شوية، ما فيش حاجة اسمها نقفل برضو عشان نجرد المكان زي ما بيقولوا، نقعد مثلا يوم بنطهر زي ما تفضل دكتور. أنا هو الوقت الطبيعي للتطهير العادي، التطهير العادي اللي هو من 5% كلور مثلا 1.49 يعني 20 سنتي على اللتر، إذا كنا متأكدين أنه هو 5%، وإذا ما كناش متأكدين نخليها احتياطي 1:9 وخلاص. وبعدين لما تظهر حالة في المكان كان بنلجأ لتول أرجو إن هو يبقى متوفر للزملاء كلهم، هندخل على حاجة اسمها Risk Assessment Tool for Exposure of COVID للهيلثكير وركرز. ده منظمة الصحة منزلاه، بنملاه ونشوف في الآخر إذا كان اللي تعرض ده لعيان ما كانش يعرف إنه كوفيد هو هاي ريسك ولا لو ريسك. لو هاي ريسك بيتسحب منه مسح، بياخد مسحة ويتعزل. لو لو ريسك ما بيتسحبش منه عينات وما بيتعزلش. بالنسبه لو طلع زميل من الزملاء لا قدر الله اتضح ان هو كونفيرمد كوفيد، ما فيش اي اجراء بيتعامل مع المخالطين ليه خالص، بنعمل سيلف مونيتورنج للزملاء، هم نفسهم بيعملوا سيلف مونيتورنج، يعني اللي يظهر اي اعراض يبلغ عن نفسه ويتاخد منه مسحه، في غير كده احنا شغالين وما فيش عزل للي موجودين. السؤال كان ايه التاني حضرتك اللي سالته اللي هو يعني الماسك ان 95. ماسك ان 95 كان بي يوزد يعني في الظروف اللي احنا فيها، وكنا احنا لحد قبل الكوفيد كنا بنقول 8 ساعات ماكسيمم، دلوقتي خلوها شيفت 12 ساعه نص اليوم ممكن يستخدم متصل. امتى الان 95 يتقلع ما يستخدمش تاني؟ اذا بقى متسخ اتساخات ظاهره عليه من بره، اذا اتبل، اذا اتقطع كده بيتشال على طول وما يقعدش. دكتور محمد اتفضل. دكتور استاذن حضرتك بس اللي كان النت فصل اثناء كلمه الاستاذ الدكتور امجد الذهبي. هو بالنسبه لحالات الانوزميا احنا عندنا حاله فعلا في دمياط شخصناها انوزميا لحاله ممرضه، كان هي العرض الوحيد الموجود وتشخصت بناء على العرض ده. انا معذره ما كنت سمعت التعليق اللي كان على كلام الدكتور امجد الذهبي، في حالات كتيره تشخصت بالانوزميا بس ولا في حاجه تانية؟ لا هو قالوا ان ممكن تكون موجوده في up to 20% of cases، ف
فلو احنا خدنا بالنا وسالنا السؤال ده مهمه، ومش لازم يكون انوزميا خالص هايبوزميا او مش لازم تكون ديسجوزيا فقط تماما السميل التيست سنسيشن ما تبقى هايبوجوزيا. فممكن برضه دي من ضمن الحاجات اللي احنا نسال بيها المريض، ممكن تبقى كلو لاكتشاف بعض الحالات يعني. في نقطة تفضل في نقطة برضو كنت عايز أقولها، لأن دي برضو بيقابلوها بعض زملائنا بتوع أقسام النيورولوجي والكارديولوجي. المريض بيجي بسريبرال ستروك، ودول كتير الحقيقة، بيعملوا لهم الأنتي بادي تيست يطلع بوزيتيف أي جي إم، والسي تي لقوا فيها تشست فايندينجز تيبيكال فور كوفيد. فرغم المريض يعني ما بيبقاش جايب بأعراض تشست وجاي البرزنتيشن بتاعه بسريبرال ستروك، والحالات دي كتير يعني، ويعني تقريبا يوميا بيشوفوا حالات زي كده. اعتقد برضو بتوع الكارديولوجي كلموا على حالات الميكارديو انفاركشن كتيره اسوشيتد وسادن ديس. الحقيقه برزنتيشنز كتيره بتاع الكوفيد، ويعني محتاجه شغل احصائي كبير قوي عشان نقدر يعني نتوصل للصوره الكامله بتاعت ده. جزء تقريبا يا دكتور امجد من الهايبر كواجولابيت ستيت. جود كود بي يس. دكتور امجد بيه مع الوضع في الاعتبار بان السميل ديس اوردرز والديسترز سيمتومز موجوده في كل ريسبيراتوري فايرال انفكشن. صحيح. يعني مش بس الكوفيد 19، كل ريسبيراتوري الفلو مثلا الانفلونزا طبعا موجود فيها، والريسبيراتوري سينسيتيال فايروس انفكشنز موجود فيها، ومعظم الريسبيراتوري فايرال انفكشن بيبقى موجود فيها الديس اوردرز دي يعني. ليه سؤال لو سمحتوا؟ ممكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه للسفر او التعرض لحد كان مسافر دلوقتي جزء مهم في التشخيص او في اكتشاف المرض، مع ان دلوقتي تقريبا كل العالم بقى خلاص كأنه يعني كله في الانفكشن، مبقتش حاجة في أماكن موبوءة وأماكن لأ. فكان سؤالي للدكتورة نوع ليه لسه هو موجود في الألجوريثم بتاع الـ. والسؤال التاني الحقيقة بس مش عارفة أوجهه لمين، بالنسبة للحجر الصحي اللي بيتعمل للناس اللي راجعين من أي بلد، مش متاخد في الاعتبار هم راجعين من حتة أصلاً فعلاً heavily infected or not، وهل الناس دول لو اتعملهم حجر في أماكن يعني ما تعتبرش مجهزة التجهيز الكافي زي shared bathrooms أو حاجة زي كده في المدن الجامعية أو غيرها، هل دي ممكن تبقى أماكن يعني مش آمنة كفاية لأن احنا نعمل لهم حجر فيها؟ فدول السؤالين. تمام، شكرا لحضرتك. انا طبعا مبدئيا اجري مع حضرتك ان دلوقتي في العالم كله يعني في بلاد كتير قوي تحولت من مرحله كابيديميك بقى من مرحله الكلاستر ترانسميشن لمرحله الكوميونتي ترانسميشن. فديفينيشن بتاع الجزء بتاع الهيستوري اوف كونتاكت او في كلاستر معين او كونتاكت كيس ده بيفقد طبعا قيمته بالوقت as we go. واحنا فعلا البارت ده كانت شال من الديفينيشن اوف سسبكتد كيس في فيرجن 2 من البروتوكول، بس احنا رجعنا حطيناه بعد ما بقى فيه بدات تتفتح الطيران لناس قاعدين من اماكن معينه هيفلي انفكتد بتعبير حضرتك يعني عن اخرى، او فكره انه انا دلوقتي حد ابني قابلتنا جدا الفتره اللي فاتت السيناريو ده يعني كان كومن سيناريو، ابني او قريبي جاي من الخارج والايزوليشن هيبقى شكله عامل ازاي والحجر الصحي ودلوقتي انا اعتبر هيستوري اوف كونتاكت ولا لا. فهو رجع بس عشان خاطر المرحله اللي احنا بدانا نفتح فيها المطارات للعائدين من الخارج. في جزء تاني في سؤال حضرتك كان عن الجزء التاني كان ايديالي ولا افضل ان انا الناس اعمل لهم بي سي ار واخليهم يقعدوا في بيوتهم أأمن، أو لو عندهم مكان يقدروا هم يعزلوا نفسهم فيه بدل معرض بالذات. أنا اللي سمعت احنا بنعمل دلوقتي يعني احسن ما في وسعنا في موضوع السكرينينج. بي سي ار اصلا كتول مش مفروض يكون هو زي ما حضرتك اكيد كلكم عارفين يعني اتس دايجنوستيك، يعني احنا في فرق بين سكرينينج تول ودايجنوستيك تول.
سوفار الجولد ستاندرد هو البي سي ار وما عندناش بديل ليه بالانتيبادي، بس البي سي ار ستيل في فالاسز. يعني زي ما قلنا احنا لو كونتاكت لكونفيرمد كلوز كونتاكت لكونفيرمد كيس وعملت البي سي ار النهارده او بكره او بعده حتى ممكن يفضل نيجاتيف، فداز نوت اكسكلود بالطريقه اللي احنا يعني ستيل في فالاسز، عشان كده بنعيده بعد 48 ساعه. فهي دي بقى يعني نيجوشيشنز كتير وقواعد اتحطت انه احنا محتاجين نعمل عزل للناس او حجر صحي للناس اللي جايه من الخارج لفتره ماكسيمم انكيبيشن بيريد، لانه كوست بنفيت ايشو، والكوست از نوت اونلي ماني، يعني انا قصدي الكوست زي الريسك اوف نيجاتيف فولس ريزلتس فيرسس بقى البنفيت اللي هتعود عليا ان انا اقدر ان انا يعني بروتكت الكوميونتي فروم فيرذر يعني. بس كده احنا يا دكتوره نهى احنا كده معتبرين ان اي حد جاي من سفر بغض النظر عن هو جاي منين هي از بوتنشلي انفكتد، وانا اعتقد ان دي مش حاجه فاليد، لان في ناس اصلا مش عايزه ترجع علشان هي في اماكن امنه اكثر من يعني الانفكشن ريت فيها اقل بكتير من البلد عندنا. فيعني مش محطوط حاجه زي كده في الاعتبار خالص سفر. لا بس هجينا احنا عندنا فاريبلز كتيره قوي محتاجين نكونسيدر، فكره الجينوتايبس والسيروتايبس والفيرالنس. فكره احنا عندنا اكتر من 80% من الحالات اسيمتوماتيك، فمش معنى ان انا في اي فيل سيف. الصوت مش او ان الكوميونتي ما فيهوش، عارفه قد ايه في فاريشن برضو بين فكره ريبورتد كيسز وبين السسبكتد كيس ديفينيشن، او على سكريننج ولا مقلل السكرين، في فاريشن كتير قوي. يعني مش متخيله ان احنا نقدر نقول دلوقتي ان في العالم كله في كوميونيتيز مور سيف عن كوميونيتي. ده رايي هو اوكي بالظبط كده، ما هو ده اللي يقول ان اللي جاي من حته ما هواش، يعني انا حاسه كده انه هو اتعرض لحاجات كأنه تعرض لها وهو قاعد هنا في نفس المكان، ما فيش حاجة بتختلف. I add to the risk that's already present in the community. طيب بس بحولي طيب في الحتة دي بس عشان يمثل الانتديز هم كتير، استاذن حضراتكم بس اقول سؤال او اتنين من الانتديز وبعد كده نستأنف مع حضراتكم. هو بس اللي كان في سؤال للدكتور سامي، ان شاء الله يعني متوقع ان يبقى في عوده للحياه تدريجيا زي ما التصريحات الرسميه قالت حاجه زي كده. ففي سؤال بيقول هل احنا زي بنعمل ترياج للناس اللي داخل المستشفيات، هل في بروتوكول ممكن يخرج او توصيات للشركات اللي فيها اعداد كبيره ان يتعمل فيها نوع من الترياج؟ يعني احنا بنشوف في بعض الاماكن كده مثلا بيقيسوا حراره للناس وهم داخلين المكان فقط، لو في حراره عاليه بعد كده بيتفحص. يعني هل في ممكن تطلع توصيه زي كده دكتور سامي؟ يعني ممكن مزيد من الايضاح في السؤال شويه. يعني دلوقتي احنا بنعمل ترياج للناس اللي هم مترددين على المستشفيات، دلوقتي مع وجود الانتشار المجتمعي وعوده الحياه الى طبيعتها، هل ينصح ان يبقى في ترياج للشركات والمؤسسات اللي فيها عماله كتير وممكن يبقى كلوز كونتاكت مع بعض، يبقى مثلا يعني على سبيل المثال اللي يتقاس الحراره مثلا والناس داخله، هل ممكن يظهر توصيات؟ طبعا ممكن، ودي بتختلف من شائعه الاخرى، ولكن ان انت عشان تعمل ده جزء كانك انت عاوز تعمل سكريننج وايرلي ديتكشن في النون كومبلاينينج بيشنت انديفيدوال. الخطه بقى انك تعمل ماس ديتكشن ولا ما تعملش ماس ديتكشن، دي خطه. هل احنا هنتبنى الماس ديتكشن؟ يعني بعض الدول بعد ما خلصت من الاوفر ويلمنج بيشنت اللي هم جايين بالسيمتومز ابتدت تدخل على الكرة والشوارع والشركات من قبل ما الناس تشتكي، من قبل السيمتومز. فده خطة ان انا عاوز اعمل ماس ديتكشن. فهل انا هتبنى ماس ديتكشن دلوقتي، ولا دلوقتي انا في مرحلة اهم ان انا ديتكت السيمتوماتيك بيشنت واشوفه، عامل ترياج للسيمتوماتيك بيشنت واشوفه هو confirmed ولا not confirmed؟ انا شايف ان احنا لسه ما دخلناش في الماس ديتكشن. ممكن تعليق؟ السلام عليكم.
حضرتك دكتور سامي سامعني؟ سامع حضرتك. بعد إذن حضرتك يا دكتور سامي، أنا I have experience about the community screening يعني أو mass detection in communities زي ما كانوا بيتكلموا ناس راجعين للشغل. يعني إحنا في تبع مؤسسة العربي تبع علينا أو أنا تبع ليها، يعني فيها 33,000 موظف، 33,000 موظف الصبح قبل ما يجوا، بالليل عندهم لغاية الساعة 9 بالليل بيملوا سكرينينج. السكرينينج ده فيه الإبيديميولوجيكال ريسك فاكتور، ده أونلاين على أب أونلاين بيتملي فيه الإبيديميولوجيكال ريسك فاكتور. أنت خلطت حد من المنطقة عندك، أي حد من قرايبك جاي من السفر، أنت جاي من السفر، وبعدين أنت عندك كلينيكال بقى في فيفر، في أي سيمتومز من الريليفنت سيمتومز ولا لا. والسكرين دون كل يوم الصبح بيعملوا له فلتريشن بناس هاي ريسك، وبندتكت ايرلي فعلا ناس ابتدوا ايه يجيلهم سامتومز، دول ما بيخشوش خالص المنطقة المصانع وبيروحوا على الكلينيكس على طول. واللي عنده epidemiological risk factor يعملوا secondary validation عليهم، وكده تقريبا كل يوم مثلا بيفلتروا تقريبا 200 واحد بيبقوا يا انفكت يعني عندهم possible infection او عندهم epidemiological risk factor، واكوردنج تو يا بيروح يحولوه الحميات يا بيتاخد في يبقى كارانتين. ويعني اعتقد كده احنا كنا يعني بنحاول ان احنا ما يحصلش اوت بريك لوكالي في المكان، وده كانت فيري سكسسفول. يعني في الاول قلنا ازاي 33,000 موظف ومنهم ديفرنت يعني مستويات اجتماعيه وثقافيه مختلفه، لا نجح. وتقريبا من ال 33,000 مثلا بيتعمل 32,500 واحد على الاقل ديلي بيكومبلاي، التانيين اللي مش بيكومبلاي بيمنعوا من دخول المكان، بيتفلتروا من عند البوابة وما بيدخلوش. أمدين it was a successful story. في بعض الأبس موجودة جاهزة وفي حاجات ناس بيعملوها locally. أنا بكلم عليه ده معمول عند local يعني، لكن في أبس على في واحد كورونا اسمه كورونا أب، احنا كنا شفنا الاب دون، والاب دون ممكن هو دلوقتي كانوا بيستخدموه في امريكا لمتابعه الايه المرضى، لكن هم كانوا ويلنج ان هم يعملوا كاستمايزيشن عشان يعملوه في بعض الانستيتوتس فور ايرلي ديتكشن، وان هم ياخدوا على اساسه قرار ان هو ايه قرار ان الناس دي ايه تتعزل لو هي عندها ابيديميولوجيكال ريسك فاكتور. واعتقد ان احنا يعني حاجه زي دي لو اتبناها اكتر من مؤسسه وخصوصا لو كان التطبيق سليم وعليها ستريكت كنترول، هنقدر فعلا نكنترول شويه الموضوع. حضرتك زي ما انتوا بتقولوا جوه المستشفى بنلحق على الناس ونلبسها كل حاجه، وبره ولا كانك انت كنت في المستشفى، كل حاجه بتلاقيها بره الناس they are non-compliant. أما يعني it was a point to pick يعني حتة خطيرة وبيوقفوها شوية. أما بس أنا حبيت أشير مع حضرتكم دي. تاني حاجة كان تعليق على دكتور نهى ودكتور إيهاب، هو مش تعليق هو أكتره تساؤل. اللوكال أور ناشونال جايدلاينز بتاع الإكسبوزد هيلث كير وركر هو أدابتد من الـ WHO. الـ WHO not taking in consideration الديوريشن ولا الديستنس. الديوريشن والديستنس اللي هم قد يكونوا فاكتور في الورق بتاع الـ WHO، ورقة كبيرة كده مش ورقة يعني عدة ورقات كده عشان نملاها عشان نشوف احنا at risk او لا. ما فيهاش الريسك فاكتور خالص ان هو بتاع الـ time of exposure، الـ duration of exposure او الـ distance of exposure. دلوقتي احنا عندنا نسبة كبيرة جدا جدا من الطاقم الطبي في عندهم causal exposure يعني او minimal risk، minimal بس مش على حسب الـ evaluation بتاع الـ WHO4. minimal لو اعتبرنا المسافات والتايم اخذناه in consideration. الناس دي كلها لو كانت هاي ريسك وقعدناها هتلاقي ان مفيش حد بيشتغل دلوقتي. انا اعتقد ان البلاد الادوبتنج اللي دكتور نهى قالت عليه taking in consideration حكايه الايفالويشن
بتاعة الإيفنت نفسه بتاع الإكسبوجر والديوريشن بتاعته دي هتبقى مهمة، وخصوصا ان احنا دلوقتي عندنا في مستشفيات بقى فيها shortage of healthcare workers because they have been exposed وكله قاعد في البيت، ما ممكن حضرتك تلاقي رعاية ما فيهاش دكتور دلوقتي. أما مش عارفة رأي حضرتك إيه بالنسبة للنقطة دي. آخر حاجة بالنسبة للعيادات والناس اللي exposed accidentally في العيادة، هو طبعا زي النصيحة اللي قالها جميع الزملاء الأفاضل إن الكل يعتبر إن الكل عيان قاعد في العيادة قاعد، ده مينيمال اللي هو يبقى لابسه الماسك والفيسشل. طيب لو هو بقى اكتشف إن عنده عيان، عندنا مشكلة غير تطهير البيئة موضوع التهوية. التهوية عندنا في معظم العيادات الخاصة أو حتى الحكومية بتعتمد على إن يبقى فيه natural ventilation، وفي الأسف natural ventilation دي الناتشورال فنتيليشن مش دي ار نوت كومبلاينج ويز، هتلاقي حضرتك كل الشبابيك مقفوله، الشبابيك مقفوله اما فيش اكتوال ناتشورال فنتيليشن وهو سبليت شغال بيبرد او بيدفي الجو حسب درجه الحراره، اما فيش ناتشورال فنتيليشن خالص. اهم حاجه لو هو جاله عيان سسبكتد او اي عيان عنده ريسبيريتوري سيمتومز لازم يهوي بعديه العياده ساعه أو يسيب الشباك مفتوح من الأول إيه على طول. بيقولوا ودوان في الصين عملوه، لو في حتت بتعتمد على اللي هو الناتشورال فنتيليشن وهي أصلا ما بي يعني هي اسمها بيعتمد وهو أصلا ما بيعتمدش عشان قفل الشباك، قال لك إيه؟ قال لك افتح الشباك كل ساعتين تلت ساعة على الأقل، ودوان not for healthcare ده للأماكن العمل. And for healthcare we need more، يعني ان احنا نفتح فترات اطول. بيقولك افتح قبل الشغل بساعة، تفتح ساعة تهوي المكان، وكل ساعتين تفتح تلت ساعة عشان اعادة تهوية المكان. اما انا عندي دلوقتي يبقى انا لو انا confronted في العيادة بعيان suspected وانا كنت قافل الشباك ومشغل الاي سي بتاعي اللي هو التكييف السبليت، اول حاجة بقفل التكييف واروح ايه فتح ايه الشباك. في كمان another strategies برضو adopted وكانوا استخدموها في الصين وانا هنا ابتدينا نستخدمها اللي هو الايه البورتابل هيبا فلترز. البورتابل هيبا فلترز it's not a mode of ventilation لكن هي طريقة انها تقلل الحمر الميكروبي اللي موجود في المكان، وهي موجودة في الجايدلاينز في تشاينا ابتدوا كانوا مكتوب ان هم استخدموها، وبيفضلوا النوع البورتابل اللي مزود ببلازما تكنولوجي. رماها بعد اذن حضرتك بس في معلش بعد اذن حضرتك لان احنا تجاوزنا الوقت يعني بيش. لو حضرتك بس عشان بس في سؤال او اتنين بس للاتنديز عشان تجاوزنا الوقت. طيب ماشي، هو ده كان التعليق بس علشان حكاية التهوية العيادات ورأي بقى السادة الأفاضل بقى في حكاية إن إحنا نري أساس درجة الخطورة عشان ما بقاش عندنا healthcare workers. متشكرين جدا يا فندم على النصائح غالية وقيمة جدا، متشكرين جدا. معلش بس سؤالين سريع بس لل يعني في سؤال جالي فعلا من على زوم وعلى اليوتيوب من أكتر من حد، وللأسف يعني يتسأل انه ازاي نتغلب عن الفيزيشن ستيجما. دلوقتي الطبيب اللي بيتعامل مع الكوفيد في بعض الناس بتقدره وتوقره، وكثير من الناس احنا شفنا بعض المواقف يمكن كانت فرديه واحنا شفناها يعني بيعاملوا الطبيب معامله مش لطيفه ويرفضوا يدخلوه او حاجه زي كده. فهو سؤال متكرر، هل في طريقه نتعامل مع القصه دي؟ أنا في الحقيقة من السؤال موجه لحضراتكم جميعا يعني. هو توجيه للميديا البيهيفيرال تشينجز اللي دكتورة نوه كانت بتقول عليه، هو البيهيفير والكوميونتي بقى اورينتيشن اباوت ذا ديزيز، يعني زي ما احنا كان عندنا اتش اي في ستيجما دلوقتي بقى كوفيد اللي بيشتغلوا في امديا محتاجه يعني ماس كامبينز على مستوى الدوله وعلى مستوى الاورينتيشنز. والاورينتيشن طبعا الدوله عامله مجهود جامد جدا في الاورينتيشن في التلفزيون والراديو، بس it seems ان الناس عاوزه طريقه اخرى ان انت تو ابروتش، عشان يعني فعلا الدوله لم تدخر وسع في كل الحاجات دي، لكن did we reach الناس تحت
لا بدليل ان احنا بنشوف السلوكيات دي. ام لازم another strategies for community communication to communicate the data would convince them we have to adopt. واعتقد دي مجال في حاجات الدراسات العلم الاجتماع والحاجات دي مهمة لو احنا قدرنا نعمل حاجة زي دي دلوقتي بحيث احنا we are badly in need ليها عشان نغير behavior بتاع الناس وعشان نغير نظرتهم للناس اللي هم بيدافعوا عنهم في خط الدفاع الاول. اسمح لي يا فندم انا عايز اعقب على بس نقطه هي شعرايه كده الفرق بين وده فعلا كان دور اللي يعني دور الميديا بس يمكن الموضوع قلب بالعكس بقى في حته الاستيجما. يعني هو احنا ما قدام ما فيش قدامنا في البريفنشن غير جنرال بريفنشن زي ما قلنا وبيهيفير تشينج. فانا كنت محتاج اني اوعي الكوميونتي وخيالك واعمل كذا وما تعملش كذا. الموضوع قلب مع الناس انه من كتر ما احنا بنتكلم على على الكوفيد ده دايما اقول كده الكوفيد از نوت ايدز. يعني موضوع الاستيغماتيزيشن ده هيجي منين؟ هو الكوفيد اولا is a curable disease it's not a chronic disease. انا حتى لو عندي كوفيد ما انا هخف ان شاء الله يعني لو لا قدر الله يعني ما حصليش ولا حتى ليه serious proven يعني complication بتكمل. يعني ما عندناش permanent infirmities ولا عندنا حتى الهارت واساتذتنا بقى في الكارديولوجي وفي الشست يعني كل الناس اللي بتعدي يعني بترجع حد طبيعي. فانا مش قادره الحقيقه افهم لغايه دلوقتي السورس اوف ستيجما. ويمكن دكتور قصاص وكذا حد من الاساتذه والدكاتره كنا اتكلم النقطه دي فعلا محتاجه اهتمام محتاجه ريسيرش محتاجه توعيه انه انا 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 بوعي من الكوفيد عشان البيهيفير بتاعي مش بخاف منه. و موضوع بقى الداتا اللي بتشتغل في هاي ريسك كونديشن واحنا كلنا هاي ريسك جروب بالعكس يعني انا بحترم الشخص اللي بيتعامل قدامي كيبينج ديستانس مثلا علشان انا بتعامل مع كونفيرمد كيس او بروح منشآت صحيه. فده انا يعني اي شودنت بيرسيف از ستيجما. بالعكس احنا كيبينج يعني كيبينج الرولز. لكن الموضوع لو قلب بقى لأكتر من ان انا في بريكوشنز اعملها مع الشخص اللي انا معتبره هاي ريسك ده لا هنا يبقى في مشكله. انا بس عايز افرق بين النقطتين دول. تمام. هي المفروض ان الشخص اللي نتعامل معاه بتقدير واجلال في الحقيقه لان هو لو ما اشتغلش هو المفروض يحاسب واذا اشتغل المفروض يقدر وابريشيتد. يعني مش قصه الاستيجما يا انا قلت لحضرتك هي صعب جدا ان احنا نتكلم في الموضوع ده اصلا. يعني سؤال اخير بقى للدكتور سامي بالنسبه للبيشنتس اللي هم لهم اتيبيكال برزنتيشن البروتوكول ما فيهوش القصه ديت هل احنا ممكن ننفولف ده في البروتوكول ولا لسه مستنيين ابحاث اكتر؟ معلش الصوت كان واطي يا دكتور فازي معلش ثاني زي بقول لحضرتك الاتيبيكال برزنتيشن اوف كوفيد 19 كلام كتير عليها هل احنا محتاجين نضمن ده في البروتوكول؟ احنا بنتكلم عن تشيست سيمتومز هنتكلم عن فيفر نتكلم عن كونتاكت بنتكلم حكايه الاتيبيكال برزنتيشن او النون بالمونري برزنتيشن مش موجوده هل احنا ممكن نضمن ده في البروتوكول في المرحله الجايه ولا لسه محتاجين ابحاث اكتر تثبت او تنفي الكلام ده؟ لا هو النون بالمونري برزنتيشن موجوده ومش محتاجين ابحاث اكتر نسبتها. لكن طبعا هو الكوفيد على بعضه كله محتاج ابحاث كتيره لكن كونها انها تتحط في البروتوكول ولا لا ممكن احنا في البروتوكول ده عباره عن تشارت سهل للناس كلها تقراه وفي بيبقى معاه اكمبت كتيب يبقى فيه شرح ممكن بقى في الكتيب اللي فيه الشرح يبقى ممكن نقول رير برزنتيشن كده النسبه الاولى كده بتضاف عليها بعد الحاجات. تمام شكرا جزيلا. يعني احنا خدنا من وقت حضراتكم كتير في اسئله كتير محتاجين نجاوب عليها بس يعني الوقت في عشان فاروق التوقيت كده في برضه ناس هتجهز للفطار. ممكن سؤال اخير معلش اتفضل الاماكن دلوقتي اللي هي عامله زي الممرات دي اللي بيترش فيها حاجات في مداخل اماكن وادر مؤسسات ولا مستشفيات او غيرها ايه اللي بيترش فيها وهل هو فعلا حاجه ديسنفكتنت ولا ممكن يكون لها مشاكل في اي حاجه عن الموضوع ده عند حضراتكم؟ دكتور ايهاب الحقيقه عايزين نعرف هي اهميه حاجه زي كده ايه. انا مش لاقي لها اي اهميه الحقيقه يعني بغض النظر هي موجوده فين وبتعمل ايه مش شايف لها اي اهميه ولا اي حاجه ابروفنج انها لها اهميه. تاني حاجه بتستخدم فيها ايه دي كل واحد بيالف
في مجاله يعني هو بيستخدم فيها ايه. في ناس بتستخدم ال H2O2 طبعا ال H2O2 امن جدا على البيئه وامن على الملابس وامن على كل حاجه، لكن لو جه على قرنيه العين بيعمل مشاكل. في ناس فوجئت انها بتستخدم منتج من منتجات الجلوترالدهايد اللي هو السايدكس، طبعا ده معروف خطره الشديد على الناس اللي عندهم اي معلش هو النت دايما ظابط عليا مش عارف ليه يعني. فبقول لعيتك هو يعني هل 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 نريكومند ولا لا؟ انا شايف ان اللي يتصرف على جهاز زي كده يتصرف على البي بي اس احسن. شكرا شكرا جزيلا. هو في ملحوظه بعد اذن حضرتك دكتور محمد، وهو ان احنا دايما بنتناسى دايما او دايما نفتكر بان الحاجه الابروف الاف دي ابروف تبقى ميديكال تريتمنت بس. لا، اي بروسيدرز يتعمل يخص الحاله الصحيه المفروض ابروف، كان ميثود بريشن سواء كان سيرج جديد دياجنوستيك بس احنا بنكذب بس. فللاسف الشديد لو اي حد عاد من الحاجات اللي زي كده من غير ما تبقى ابروف انترناشونالي بصوره واضحه جدا المفروض يعاقب كانه بالفعل بالمال براكتس، والمفروض يعاقب على انه استخدم حاجه قد تضر الانسان او يعني كانه بالضبط بيستخدم ادويه غير مناسبه للعلاج. تمام. هي حضرتك المشكله بس اللي يكون في مؤسسات بتستخدم الحاجات دي، يعني المشكله ان يكون مؤسسات. طيب يعني في نهايه اللقاء احنا بنشكر حضراتكم جميعا، تعبنا حضراتكم وشرفنا بيكم. ان شاء الله يعني نتمنى ان يكون اللقاء ادى الغرض منه وهو نشر الوعي المجتمعي في ما يخص الكوفيد بريفنشن، ونكون حاولنا تو فيل ذا جاب قدر المستطاع. قبل ما نشكر حضراتكم ونتمنى لكم فطار شاهي ان شاء الله، بننبه على الثيرد ويبنار عن الكوفيد ان سبيشال سيتويشنز ان شاء الله في الجمعه القادمه 15 مايو الساعة 2 برضو في نفس التوقيت بإذن الله، الساعة 3 توقيت السعودية. دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا جزيلا جميعا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. السلام عليكم.